بسم الله الرحمن الرحيم. خلوني قبل ما نبتدي استأذنكم ان احنا مع بعض كده نسخن بالانتقال شوية الى الامام والمنتصف. ممكن اطمع في انكم اللي قاعدين بعيد واللي في الجناب قوي يقربوا كده، عايزين نحس بوجودكم معانا ونتشرف بنفسكم كده جنبنا، نحس بيه وتحسوا بينا اكتر ويبقى التفاعل مع القاعة اوضح. يعني انا بشكركم جدا على الاستجابة واسف ان احنا قلناش كده من الاول فبنتعبكم تاني، معلش. كل ما تقدروا تقربوا هيبقى افضل لاحساس المشاركين انه مش ما فيش جدار بيننا وبينكم. يعني هبتدي تاني اقول اهلا وسهلا بيكم في صوت الشباب العربي، وهو مشروع يقام بالتعاون بين المجلس البريطاني ومؤسسة أنا ليند. مشروع ما بقاش جديد الحقيقة، بقى يعني استقر وأصبحت له تقاليد وأصبح له مرات وتجارب يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، وده اللي بيحصل في كل مرة بعد كل تجربة بنشوف أين نحن من التجربة السابقة وإيه اللي ممكن يتعمل عشان تؤتي هذه اللقاءات ثمارها وتبقى أكثر فعالية وأكثر جدوى. مش بتتعمل إهدار للطاقات وللوقت، إنما أملنا أنها تكون إسهام حقيقي في بناء الشخصية المصرية التي نتمناها جميعا، الشخصية القادرة على التحليل، على النقد، على رصد الأشياء على حقيقتها، على التعرف على عمق الأمور وما وراءها مما يستحق التوقف عنده. اسمحوا لي أبدأ معكم بالترحيب بضيوفنا الكرام في هذا اللقاء، ولازم تكون البداية هنا في المنتصف مع الأستاذة أنيسة عصام حسونة. السيدة أنيسة هي رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر المتنورة، وأنا كنت بايخ كفاية قلت لها عشان كده اللون الحلو اللي حضرتك لابساه متنورة جدا. إحنا سعداء بيها وهي شخصية متنورة وشخصية حريصة على إشعاع هذا التنوير أو نشره إلى كل الاتجاهات. أشكرك على تشريفنا بالحضور، سعداء بحضرتك. و هي طبعا لها صفات عدة، إنما واحدة منها كلنا بنعتز بيها، هي المدير التنفيذي لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب، كمان يعني كاتبة مقالات عديدة وإسهاماتها مختلفة في المجالات المتعلقة بالحقوق والنشاط المجتمعي في كل الاتجاهات. فأهلا بحضرتك. من غير مقدمة طويلة، إنما بعتز جدا بوجوده معانا وبتشرف إنه يشارك الأستاذة أنيسة المنصة الوسطى التي تتولى التحكيم بين الفريقين، الأستاذ الدكتور محمد سعد صالح. هو أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان. بنرحب بيه وبنرحب بوجوده معانا من هذه الخلفية القانونية العميقة، لأنه التعامل مع القانون الدولي يلزم من يتصدى لهذا التخصص أن يتعرف على البيئات المختلفة التي تنشأ فيها القوانين والتي تسود فيها أنظمة متعددة. فأنا متصور ومتأكد إن شاء الله هيكون إضافة مثمرة جدا لهذا اللقاء. فاضل مين نقدمه؟ فاضل مين؟ صحيح الفريقين. طيب اسمحوا لي اروح للفريق المؤيد. بنقول مؤيد، انا لسه الحقيقه ما طرحتش الموضوع، انما هقدمهم وارجع اقول احنا بنؤيد ايه وبنعارض ايه، او بناكد اني معنى وننكر ماذا او اي حقائق. هقول ان الفريق على اليمين هنا اقرب واحد ناحيتي هو الأستاذ محمد رجب، يليه على الترابيزة الأستاذ محمد عراقي. لا 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 لا
لا لخبطت رحت الناحية التانية. طيب معلش نرجع سوا كده ونقول انه الاستاذ محمد صلاح. انا اسف انا ظلمته كده ما خدش حقه في التحية. لا ممكن نعيدها تاني. استاذ محمد صلاح شكرا. والفريق يكتمل بعضو مهم جدا او عضوة مهمة جدا الاستاذة آية احمد. ننتقل الى الجانب الاخر ونبدا. لو احنا هنبتدي بقى من ناحيتي هقول الاستاذه معلش خليني عشان كنت الاستاذه داليا عمر مظبوط والاستاذه حنان مسلم والاستاذ محمد عراقي. احنا بنتكلم عن ايه النهاردة؟ احنا بنتكلم عن العنف والشخصية المصرية. تصوروا لما يجي اليوم اللي يبقى عندنا موضوع اصلا اسمه العنف في الشخصية المصرية ولأي مدى استوطن هذا العنف في شرايين المصريين، اترسم على جيناتهم ولا لسه هو تراب على السطح، تغلغل أو توغل إلى أي درجة، أصبح من ملامح هذه الشخصية إن إحنا لما بنيجي نغلط حتى أقول أمثلة ساذجة بسيطة قوي بس يعني نغلط في دخول شارع فنهدي فنسأل فنبص تلاقي 16 واحد بيزمر بغل شديد يعني وكأنه فعلا نفسهم لو عندهم الحاجات بقى اللي بنسمعها دلوقتي برضو أنواع الأسلحة الغريبة نفسهم ينسفوك خالص عشان انت ازاي تجرأت ووقفتنا نص ثانية ولا ثانيتين عشان بس متردد تحود ولا لسه. ده مش الطبيعي، ما تصورش ان ده الطبيعي. انه سيدة قدامي حصل كده هنا في 26 يوليو مش في حتة بعيد، واقفة على حرف الرصيف وموتوسيكل عايز يعدي في الحتة دي، هي صحيح على الاسفلت بس اكيد مش محتاج اقول مبررات ليه واحد في مصر يضطر يسيب الرصيف وينزل على الاسفلت. افتكر الاسباب كتير قوي يعني ممكن يبقى فيه قهوه فرشه وممكن يبقى فيه واحد حاطط خضار او سبت عيش او اي حاجه فست على الاول 20 سنتي تحت الرصيف وهذا الموتوسيكل عايز يعدي واعتبر ان الست دي معطلاه. وكم حاجات بقى الألفاظ المزعجة جدا اللي اضطرت هذه السيدة تسمعها بلا ذنب إلا أنها خدت العشرين سنتي دول. ده طبعا القشور البسيطة جدا لو قلنا يعني مبادئ العنف ممكن نسميها. وطبعا الحقيقة أنا يعني مش عايز أطول لأن ماليش دور أن أنا أتكلم وقالوا لي أنت دايما تعمل الغلطة دي بس هقول لكم ان انا بتبتدي بالنسبه لي الازمه من اول الطفل اللي بنربيه في البيت ونقول دمه خفيف قوي لطش جده بالقلم. ايه ده؟ اي تربيه دي؟ انه نقابل اللي لطش جده بالقلم بسعاده كده وكلنا نعتبرها ضحكه ونقعد نحكيها قدامه لطيف قوي. اسف اقول بصق على خاله. ايه ده؟ لا لا يعني احنا عندنا مشاكل تراكمت بقى في حاجة نعرف نتكلم عنها النهاردة ونقول العنف. طبعا أنا سبت الدم اللي بقى خلاص يعني حاجة مألوفة جدا وكتير حاجات بس خلينا ما يكونش ليها أي تأثير. أرجو أن الفريقين ما يحسوش أن أنا حاولت أقول أي حاجة خالص، ما عنديش أي رسالة أقدمها لأن أنتوا أصحاب هذه الأمسية وأصحاب الحق الكامل في التعبير عن أنفسكم وطرح ما ترونه. هبتدي حسب الخطة الموضوعة وفكرك أستاذ محمد رجب أنك عندك 6 دقائق وأنا معايا ستوب ووتش دقيقة جدا ومش هسيبك لو تجاوزت بثانية واحدة وتسمح لي عند 5 هقولك بس كده 5 عشان تبقى حضرتك عارف أنك فضلك دقيقة. أستاذ محمد رجب عايزين نحييه تاني نشجعه كأول متحدثين وست دقائق طرح فكرة تأييد هذا المصطلح هذا التعبير انه هناك بالفعل عنف في الشخصية المصرية. بداية
زملائي في الفريق، الزملاء في الفريق المعارض، لجنة التحكيم، مضيفنا الكريم الباشمهندس محمد الصاوي، الحضور الكريم، طيب الله مساءكم بكل خير وملأ أيامنا وأيامكم بكل معالم السلم والأمان والإطمئنان. وبداية، ما هو العنف؟ وهل هو مكتسب أم يولد مع الإنسان؟ فالعنف في أبسط صوره هو إلحاق الأذى البدني أو المعنوي بشخص آخر بشكل مباشر أو غير مباشر. ثانياً، هل يولد الإنسان به أم هو سمة مكتسبة؟ فقد أثبتت الدلائل والدراسات بأن الإنسان يولد على فطرة سمحة مسالمة، ولكن البيئة المحيطة به من والدين وعائلة وأصدقاء ومجتمع هو ما يؤصل لسماحة ومسالمة الفطرة، أو ينحو بالإنسان باتجاه إلحاق الضرر بالآخرين، وأحياناً يلحق الضرر بنفسه نتيجة تعامله العنيف. في الوقت نفسه، ليس معنى وقوفنا في الفريق المؤيد هنا في هذا الجانب لمقولة انتشار العنف في المجتمع المصري في الآونة الأخيرة أو على وجه التحديد وكما تطلق المناظرة في 15 سنة الأخيرة، أننا نجعل من العنف سمة أصيلة في مجتمعنا المصري بقدر ما نؤمن بأن شيئاً طرأ على الشخصية المصرية في العقود الستة بالتحديد الأخيرة جعلها تبدو وكأنها تتسم بشيء من العنف على مستويات مختلفة من الطبقات الاجتماعية والمؤسسات التعليمية والمناطق الجغرافية والتوجهات الإعلامية، وكذلك التغيرات والمعتقدات السياسية التي ألمت بمصرنا في العقود الماضية. فليس كل معارض يكون خاطئاً دائماً، كذلك ليس كل مؤيد يكون مصيباً دائماً. وسأبدأ حديثي مؤيداً لازدياد معدل العنف من خلال إلقاء الضوء على صور للعنف نراها بأعيننا ونسمع بها على مدار الساعة. بداية، هل حدث يوماً وفتحنا جريدة مستقلة أو تابعة للدولة دون أن نجد في صفحة التحقيقات صورة مملوءة بقصص عنف من نوع ولد يطعن أمه، زوجة تقتل زوجها بيد عشيقها، طالب يصفع مدرسه، فلاح يقتل جاره بسبب حصة المياه، فتاة تلقي بنفسها من الدور الخامس أو السادس لأن أهلها يجبرونها على الزواج من عجوز خليجي، وأمثال هذه الأشكال المتعددة للعنف التي يقف وراءها تحولات اقتصادية وتغيرات اجتماعية، كذلك غياب للوازع الديني والعنف الأسري، الغطرسة الأمنية والانتهاكات الحقوقية، كل هذا وناهيك عن العنف المجتمعي المتمثل في قضية التحرش الجنسي في المجتمع المصري الذي لا يفرق بين محجبة وغير محجبة ومراحل عمرية مختلفة للبنت أو للمرأة، والذي أصبح بنفس سوءه في القرية كما هو الحال في المدينة، وإن ظللنا لسنوات وسنوات نردد تمسك القرية المصرية بالتقاليد والأعراف التي بدأت في الاختفاء من المدينة، إلا أن القرية والمدينة أصبحتا تتنافسان في معدلات ونسب التحرش الجنسي، كذلك قضايا الثأر وما يذهب ضحيته من عشرات الأرواح البريئة، حوادث السيارات والقطارات وما تحمله من رسالات عنف غير مباشرة من الجهات المسؤولة بالتغاضي والتعامي، وعنف المواطن الذي سلم للأمر الواقع ويعمل يوما بعد يوم على تجاهل أن بيده أن يكون أداة للحل، إلا أنه يفضل اللامبالاة ويعشق حلاوة التجاهل العنيف، حتى صارت صور العنف في المجتمع المصري كما لو كانت مسلمات على من ينكرها أن يبحث عن وطن آخر يعيش فيه. صورة أخرى كذلك أعدها من أكبر صور العنف في القرن 21 أدت إلى إلصاق ظاهرة العنف بالشخصية المصرية، وهي ثورة القنوات الفضائية الحكومية منها والخاصة. فالحكومية تؤجج للعنف من خلال رسائلها المضللة والغير حكيمة، وخاصة أوقات الأزمات. أما القنوات الخاصة فكل همها أن تستضيف من ينتصر لتوجهاتها أو يشتري دقائق لإعلاناتها دون أدنى مسؤولية تجاه مجتمع يئن من مشاكل تفرقة عنصرية بين من هو صعيدي ومن هو قاهري، ونوبي وأبيض البشرة، مشكلات في التعليم،
5. مشكلات في محتوى الثقافة، مشكلات النظافة، مشكلات الحوار وغيرها من أشكال العنف الاجتماعي الذي على صوته وفاحت رائحته حتى أزكمت الأنوف والقلوب. كل هذا، وكانت هذه المقدمة لتبرر كيف أن العنف ليس سمة أصيلة في الشخصية المصرية، ولكن عوامل طرأت على مجتمعنا أدت إلى تفشي العنف وصوره المتعددة في المجتمع المصري. تقريبا انتهى الوقت المخصص لي لهذه المقدمة لنسلل كيف أننا نؤيد أن هناك ظاهرة للعنف في المجتمع المصري، وسأترك المجال في اللقاء الثاني لفريقنا، لصديقي وزميلي محمد في نفس الفريق، لطرح الحجج والدلائل والقرائن على وجود العنف في مجتمعنا المصري. شكرا لكم. أحييك كثيرا وأرجوكم انضموا إلي في تحياتي. الأستاذ محمد رجب، وقدم طرحه بلغة عربية سليمة إلا من استثناءات قليلة إذا سمحت لي، الغير كذا، مش في اللغة بنقول غير الكذا يعني، بس إنما أنت رائع وأدائك يعني أنا ما بقيمش منطق لأني ليس من حقي يعني. طيب هننتقل إلى الفريق الآخر، الأستاذ محمد عراقي، ماذا ترى؟ عندك 3 دقائق عشان تحط الأستاذ محمد رجب في زنقة كده يعني، عايزك تضغط عليه ونتبادل بقى الحوار دلوقتي. والله يا دكتور مش محتاجة زنقة ولا حاجة. تحياتي للحضور الكريم، تحياتي للجنة الحكم، وتحياتي لزملائي. محمد، ممكن تفكرني وتفكر الحضور بالمقترح المطروح اللي احنا موجودين النهاردة بنتناظر عليه؟ المقترح يقول بأن العنف أصبح ظاهرة مستقرة ومنتشرة في المجتمع المصري وجزء من الشخصية المصرية. كويس. طيب بمناسبة جزء من الشخصية المصرية، هو حضرتك لما كنت بتشوف الصحف الفتاة اللي ألقت نفسها والشاب اللي طعن أمه، حضرتك الكلام ده آخر مرة قريته يعني المدى على المدى البعيد ما كنتش بتقرأ حضرتك من 10 سنين، من 15 سنة، ما كنتش بتشوف ده في الصحف وبدأت تشوفه دلوقتي بصفتك وصفته إن ده مظاهر من مظاهر العنف اللي خلينا أجزمنا إن ده بقى جزء من الشخصية المصرية؟ لا، أنا لا أقول أنه ليس لم يكن موجودا في السابق، ولكن لو أنك طالعت الجرائد والصحف منذ 50 سنة فائتة أو ماضية وقارنتها بالعشر أو الخمس سنوات الأخيرة، أجري الإحصائية وانظر إلى الفرق، ستجد أن هناك بونا كبيرا بين الإحصائيتين وبين الأرقام. طيب بدأت حضرتك بتعريف العنف وكان البداية موفقة، إلا أن التعريف منقوص شوية زميلتي ممكن تكمله لحضرتك، بس كان مهم تقول لنا وجهة نظر فريقك عن أسباب العنف. قعدت تعدد لنا مظاهر كتير قوي وصحف وجرائد وغيره، بس ما قلتناش من وجهة نظرك إيه هي أسباب العنف في نقط بسيطة جدا ممكن تقولها لنا. للعنف أسباب كثيرة، منها التجاهل الحكومي، الانفلات الأمني، التسيب الأخلاقي في الأسرة والعائلة، إهمال الوالدين لأبنائهم، إهمال الطلبة في المدارس، عدم وجود الأبحاث العلمية، عدم وجود الدراسات البحثية لتفشي هذه الظاهرة في المجتمع المصري لنبدأ في علاجها، فليس طيب. هناك أي شيء من هذه الأشياء، وده ما كانش موجود قبل كده، برضو جديد الموضوع ده، الأسباب دي جديدة، لم تكن هذه الإحصاءات لم تظهر مع ظهور السبب الأساسي لهذه الظاهرة هو العنف. العنف انتشر وكثر وزاد، وفي نفس التوقيت لا يوجد الإحصائيات والدراسات لذلك، أما قبل ذلك كان هناك عنف. طيب آخر سؤال علشان وقتي، ممكن حضرتك تقول لنا دلوقتي لو سألت حضرتك وإحنا قدام الناس كده تقول لي إيه أهم السمات اللي بتميز الشخصية المصرية؟ سؤال عابر جدا، قول لي إيه أهم السمات لو قلنا دلوقتي إحنا بصدد إن إحنا نقول إيه السمات اللي بتميز الشخصية المصرية؟ تميزها السماحة والطيبة والأخلاق الكريمة. وهذا ما قلته في مقدمتي، أن هناك شيئاً طرأ على المجتمع جعل من الشخصية المصرية يبدو وكأنها تتسم بالعنف، ولكن الطبيعي والسائد والمعروف أنها ليست عنيفة، ولكن شيء ما طرأ. طيب. لو أنه طرأ في المجتمعات الأخرى والبلدان الأخرى والأمم الأخرى لتحولت إلى نفس السمة والصفة من العنف. طيب أستاذ محمد، قبل ما أختم بس ملحوظة صغيرة، كلام حضرتك دلوقتي بأن الشخصية المصرية تتميز بالسماحة والطيبة والأخلاق الكريمة رغم مقدمتك أن ده حدث طارئ، ينفي تماما المقولة اللي احنا بنتكلم عليها بأن العنف أصبح جزء من الشخصية، أو يعني هو بقى جزء من الشخصية المصرية. ممكن تقول لي منين بتقول لي أن الشخصية المصرية بتتميز بالسماحة والطيبة والأخلاق الكريمة في الوقت اللي حضرتك موجود علشان تبرر ده؟ وعايز أدي لك 10 ثواني بس تجاوبه. إذا قلنا أن هناك مدرسة للغات الأجنبية تدرس اللغة الإنجليزية
فليس معنى ذلك أن كل طالب في المدرسة في هذه المدرسة يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة. هل وصل المعنى؟ لا ما وصل. هناك استثناءات. نعم، الشخصية المصرية تتميز بالسماحة والطيبة والأخلاق الكريمة. هذا مفيد جدا، ولكن العنف أصبح من سمات الشخصية المصرية أيضا. بانتقال الوقت الآن إلى الأستاذة داليا عمر لمدة 6 دقائق، حضرتك عندك كل الحق في طرح ما شئتي. السلام عليكم. في البداية برضو برحب بزملائي من الفريق المؤيد وبالحضور الكريم وبلجنة التحكيم. وفي البداية حديثي بس أحب أشكر زميلي اللي بدأ، لأنه هو بصراحة وفر علي وقت شوية إن هو عدد مظاهر العنف، وإذا كنت تستطيع أن تعدد مظاهر للعنف فده بيدلل أكتر إن أنت بتتكلم عن ظاهرة تقدر تعدد لها صور، إنما صعب قوي إنك تعدد صور عن مظاهر الخير اللي موجودة في المجتمع المصري، لأن ده في الآخر هو السمة السائدة في المجتمع المصري. فأنت دايما بنقدر نعدد أو نحصي الأخطاء، ولكن بيبقى صعب قوي أن أنت تعدد الصور الإيجابية في المجتمع المصري، وده إن ده اللي يدل أن احنا برضو بنتكلم عن حالة طارئة وعن مظاهر فردية. في البداية برضو عايزة أكد تاني على المقترح المطروح عندنا أن العنف أصبح ظاهرة، أنا أسفة، إن هو أصبح ظاهرة مستقرة منتشرة في المجتمع المصري وجزء من الشخصية المصرية. يقولك خليك. لا لا لا. فإحنا عندنا 4 كلمات: ظاهرة، وأستطيع أن أقول إن أنا متفقة مع إن هو ظاهرة. مستقرة، أنا معترضة على فكرة إن هو مستقر، لأن دايما شايفة إن العنف بيبقى مرتبط بفترات استثنائية في حياة الشعوب والأوطان، فصعب قوي إن أنا أقول على إنه مستقر في الشعب المصري، لأن بنلاحظ أنه هو مرتبط بفترات معينة اللي غالباً بترتبط بتغيرات في اللي بيمر بها المجتمع. منتشرة، أنا مع فكرة أنه هو منتشر في المجتمع، جزء من الشخصية المصرية أنا برفضه تماماً، لأن زميلي حتى لما عرف أهم صفات الشخصية المصرية قال أن هي شخصية بتتسم بالسماحة وبالحب وبالطيبة والشهامة، ودي صفات متأصلة فينا كلنا. فإن أنا أقول أن العنف أصبح جزء من الشخصية المصرية بهذا التعميم، فهذا بيناقض ما قاله زميلي. ثانيا أحب أن أنا أعرف برضو معنى العنف، وهو تعريف العلم المتفق عليه من أغلبية علماء النفس، وهو كل سلوك معنوي أو مادي يرافقه قوة وإلحاق أذى بالآخرين، وهو آفة اجتماعية سلبية تؤدي إلى نتائج سلبية. وبركز على كلمة آفة. آفة يعني مرض، والمرض مش هو القاعدة، الشخص المريض ما بيبقاش هو القاعدة، القاعدة إن الأشخاص أصحاء، أما لما يبقى يكون في شخص مريض فدي بتبقى الاستثناء وليس القاعدة. فعندما نتحدث عن مصر والشعب المصري منذ قديم الأزل، فنحن دائما ما يتأتى لأذهاننا الطيبة والشهامة، فمهما شاهدنا من مظاهر للعنف فإنها دائما مرتبطة إما ببيئة معينة أو بفصيل معين يمارس هذا العنف. فإذا نظرنا إلى الشعب المصري وعلى مر تاريخه نجده دائما يميل بفطرته للسلم والأمن والأمان، وقد عانى الشعب المصري من وصول سلميته في كثير من الأحيان إلى نوع من أنواع الرضوخ والاستسلام. فنحن دائما كنا نتحدث عن الفرعون الذي حكم مصر في أيام القدماء المصريين، والذي اعتاد المصريون أن يعيشوا تحت سطوته، حتى إننا أصبحنا دلوقتي واخدينها من باب السخرية إن إحنا بنتفنن في صناعة الفراعين، حتى إن من أشهر أمثالنا يا فرعون ايش فرعونك قال ما لقيتش حد يصدني. يعني من اشهر الامثال اللي بتقال علينا ان احنا بنقدر نصنع الفرعون من كتر ما احنا سلميين ومش قادرين نواجه هذا الفرعون فبيتجبر وبيفتري علينا. وهذا ليس دليل على عدم وجود ممارسات عنيفة، ولكنها تظل خاضعة لظروف معينة وحالات معينة. اننا عانينا طويلا من القهر والظلم والعنف الموجه من الحكام تجاه المواطنين، واستخدام ادوات البطش والظلم لوقد فكرة التمرد او التغيير وللحفاظ على مصالح النخبة. هذا الاستبداد وصل إلى كل قطاعات ومؤسسات المجتمع، حتى إنها وصل إلى منظومة التعليم، فبنلاقي حتى إن المعلم بيمارس نوع من أنواع القهر والعنف على الطالب، لأن المعلم نفسه في الآخر هو مقهور من مديره ومديره مقهور من مديره، ونفضل في سلسلة القهر لغاية ما نوصل للحاكم.
مما يولد مظاهر للعنف سواء لفظي مادي أو معنوي كطريقة للتنفيس عن الغضب والإحباط الكامن. ومع ذلك تجد أن القطاع الأكبر من الشعب المصري يتمسك دائما بجذوره وأصوله التي تميل إلى السلم، وتظل حوادث العنف مع كل هذه المعاناة حوادث فردية وعلى نطاق ضيق قد يكون آخذ في الاتساع، ولكنه مازال ضمن الظاهرة الغريبة على المجتمع. ومن المفارقات أن زميلي لما بدأ قال لو فتحت الجرايد أو بصيت في قنوات الإعلام، مش عايزين نتكلم عن الإعلام كتير، ولكن احنا عارفين كويس قوي المعاناة اللي احنا بنعانيها من الإعلام، وأنه هو دايما بيركز على النواحي السلبية، وللأسف بيركز على الفضايح أكتر ما بيركز على النواحي الإيجابية. لو بصيت على أي كم برنامج بيحصر النواحي الإيجابية اللي بتحصل في المجتمع، كم برنامج بيركز على الخير اللي موجود في المجتمع أكتر ما بيركز على الشر اللي موجود في المجتمع. فإن احنا نعتمد على الجرايد أو التلفزيون، أنا شايفة أن ده مش هو الصح، ان احنا نحكم على ظاهرة العنف. النظام السابق بكل عنفوانه وبكل ظلمه وتجبره أسقطناه بسلميتنا اللي أبهرنا بيها العالم كله. ما قابلناش عنف بعنف، ما طلعناش وهاجمنا العنف بعنف، ما عملناش في رئيسنا زي ما الليبيين عملوا في القذافي وأعدموه، ما عملناش زي ما الرومان عملوا في تشاوشيسكو وأعدموه، ما عملناش زي ما الفرنسويين عملوا بعد الثورة الفرنسية وأعدموا لويس السادس عشر، ما عملناش زي ما الطليان عدموا موسوليني. لا بالعكس، احنا تمسكنا ان مبارك يتحاكم محاكمة طبيعية قدام قاضيه الطبيعي. ولما كنا بنتكلم عن الإعدام بنلاقي ناس كتير بتستنكر هذا وتقول حرام سنه تاريخه و فده ان دل يدل ان احنا حتى لما بنتعرض للقمع والاضطهاد اللي احنا عانينا منه سنين طويله بنيجي في الاخر وبنشفق على اللي ظلمنا، بالعكس بنراعي سنه او كبر عمره او حتى تاريخه اللي قد يشفع له. فده اكبر دليل على اننا لا، العنف مش جزء من شخصيتنا، بالعكس العنف ده دخيل علينا ونقدر ان شاء الله نقاومه. وربنا لما ذكر مصر ذكرها في القران مرتبطه بالسلام، ادخلوها في سلام امنين. الرسول عليه الصلاه والسلام لما ذكر مصر قال عن اهلها انهم في رباط الى يوم الدين، وليس بعد كلام الله ولا كلام رسوله لا شيء يقال. شكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، ونحييها. طرح 6 دقائق دي مسألة مش بسيطة يعني، فبرافو عليكم الجانبين. معانا دلوقتي فترة أسئلة وعايزين يعني، عارفة كل اللي عمله عراقي بزميلك لازم تعمليه دلوقتي مع أستاذة آية أحمد، توجه أسئلتها إلى الأستاذة داليا عمر. أنا أولا الصورة الإيجابية لا تنفي تماما وجود صورة سلبية معاكي، وإن دلوقتي الوقت الحالي اللي احنا فيه في عنف طبعا، وانا اتفقت معاكي، وانا اتفقت في البدايه ان هو ظاهره وانها منتشره جدا طبعا، تمام، واصبحت جزء من الشخصيه المصريه لا ننكر هذا، زي ما في سمه حميده في سمه لا تطاق يعني. دلوقتي احنا بنرد على الحريه ان الحريه بلطجه، بمعنى انا غير متفقه معاكي في في راي ما، انت هاجي اعرض عليكي وجهه نظري انت مش هتقبليها، فهضطر ارد عليكي بالعنف لان مفيش عندي تقبل ليكي، ده اولا. ثانيا انت قلتي ان احنا بنتهاون مع الحكام، ماشي اوكي احنا بنتهاون ومفيش كلام، بس اللي موجود دلوقتي احنا بنتهاون دلوقتي مع ناس مفيش تهاون. لو حد خبطني وانا ماشيه في الشارع ده مصيبه، هضربك وانت خبطتني ليه مش تاخد بالك يعني، فين؟ احنا شعب كريم ومتسامح وطيب لا ننكر هذا، ولكن في الوقت اللي احنا فيه العنف بقى هو الرد على كل. معلش انا اسفه ان انا اقطعك يا ايه، ولكن هو فين السؤال؟ انا بقول لك نقطه، ما بقول لك السؤال. لا ما دوات الفتره دي، دوات الاسئله بس هي الفتره دي هي تملكها يعني، هي طبعا تملكها لتوجيه الاسئله معاك يعني، يعني حضرتك تقدري تستفيدي اكتر من انك تطرحي اسئله وهي تجاوب عنها. سؤالي بقى، انت قلتي ان هو شعب متسامح، العنف موجود دلوقتي بس هو مش موجود مع يعني، انت بتقارني بين زمن وزمن، على مر العصور الشعب المصري متسامح عنده كل الصفات الكويسه، بس العصر غير العصر، الزمن غير الزمن. انت بتقارني انسان كان موجود من عشرات السنين لانسان موجود دلوقتي مع التقدم وتقدم وتدهور الاقتصاد، معيشة مش كويسة، قولي لي يعني. طيب انت دلوقتي طب اجاوب ولا؟ طيب حضرتك دلوقتي احنا اتكلمنا عن، لو بصينا على كل ثوراتنا حتى من اول ثورة 19 اظن ده الى حد ما
تاريخ بعيد، ثورة 19، ثورة 52، ثورة 2011 والموجة الثانية في 2013. لو لاحظتي تاريخ الثورات دي كلها هتلاقي ان في الاخر تم اسقاط النظام او التمرد على النظام، ولكن في الاخر ظلت السلمية هي الاطار او العنوان العام لهذه الثورات. وكان الرد انت على السلمية دلوقتي العنف. نعم، كان الرد على السلمية العنف. العنف من مين؟ من المعارضين للسلمية. طيب انا دلوقتي لو عايزه احكم على شعب مصر او على الشخصيه المصريه، ناخد هل هحكم؟ ناخد من معلش يعني مع بعض كده 10 15 ثانيه. طيب انا بجاوب بس لان ما ادتنيش وقت ان انا اجاوب. هل ان انا لما احكم على الشخصيه المصريه احكم على الشخصيه المصريه من واحد مريض نفسي، احكم على الشخصيه المصريه من واحد متطرف فكريا وبيمارس الارهاب، احكم على الشخصيه المصريه من البلطجي اللي بيتكسب من العنف وافشاء الفوضى؟ هل أقدر أحكم على الشخصية المصرية من شخص لا نال قسط من التربية ولا من التعليم ولا من أي حاجة، وشخص عايش في ظروف غير أدمية، وأحكم على الشخصية المصرية؟ أحكم على الشخصية المصرية بتمر بفترة انتقالية بقالها 3 سنين. بشكرك وحضرتك عبرتي، أظن أن ده ظلم، يعني ظلم باين للشخصية المصرية. بشكرك وأشكر الجانبين، أرجوكم تحيوهم معا. نروح إلى الأستاذ محمد صلاح. أستاذ محمد صلاح مش هيضيع وقت ويقول لنا براهين حجج وقائع تأيد رأي هذا الفريق. تفضل. في البداية بس بحب أرحب بالفريق المعارض والسادة الحكام والجمهور. زمان لما كنا من حوالي 10-15 سنة ما كناش بنشوف أشكال العنف غير في الجرائد أو في الإعلام. لما كان حد بيشتري الجورنال كان بيلاقي صفحة أو نص صفحة هي دي اللي بيبقى فيها إذا كان في جرائم عنف أو خلافه، وإذا كان في الإعلام كنا بنستنى مثلا برنامج كل أسبوع، ويمكن ناس كتيرة تكون عارفة اسم البرنامج عشان خاطر نقدر نحضر، وكل الناس كانت بتقعد قدام البرنامج مدة ساعة عشان الحاجة دي كانت حاجة غريبة، حاجة يعني اللي بيشوف مثلا حد اتخانق مع زميله أو ضربوا بعض، لا دي حاجة مش موجودة. ده كان من 10-15 سنة. مقارنة بالوقت الحالي دلوقتي أشكال العنف بقت في كل مناحي حياة أو في كل نواحي الحياة. لما نقول في المنزل الطفل من ساعة ما بيتولد بيلاقي عنف من باباه مع مامته، بلا عنف من مامته معاه، بلا عنف من باباه معاه. في احصائيه بتقول ان 90% من عادات وتقاليد الانسان بتتكون لغايه سن 7 سنين. معنى كده ان هو بيدخل او من ساعه ما بيتولد بيبتدي ان هو يلاقي عنف من الاب، يلاقي عنف من الام، يلاقي عنف من زمايله اذا كان راح مدرسه، يلاقي عنف في الاعلام. 7 سنين تكونت 90% من عادات التقاليد بتاعته ان العنف ده حاجة اساسية. هنلاقي عنف في المدرسة، خش المدرسة ما ظنش ان حد بيعدي قدام مدرسة وما يلاقيش طلبة بتتخانق مع بعض، بقت حاجة فعلا يعني غريبة. انا دايما بعدي من قدام مدارس الطلبة بتتخانق مع بعض، في عنف. ليه؟ لان هو ده لدرجة ان في اللي هي البرامج بتاعه الاطفال فيها عنف. زمان لما كنا نتفرج على البرامج بتاعه الاطفال كان عادي، انما دلوقتي فعلا كميه عنف انا نفسي بستغرب، يعني دي برامج اطفال. فبالتالي بيطلع من المدرسه يطلع العنف اللي هو شافه من باباه ومن مامته ومن الاعلام، يدخل الجامعه يلاقي فيه عنف. واظن ان في ناس كتير في الجامعات بيشهدوا الاحداث الاخيره في والعنف اللي حاصل دايما. دقيقة. تمام. خلينا نقول على المستوى الاجتماعي. المستوى الاجتماعي في نسب، يعني عايز اقول سرقة السيارات مثلا اعلى نسبة 500% مقارنة 2012 و 2011 زادت بنسبة 500%. مستوى الرياضي طبعا الملاعب بنشهد عنف داخل الملعب، المستوى الفني الدراما والافلام كلها عنف ودم، المستوى السياحي معروف دايما، المستوى الديني فتاوي المتعارضه، المستوى السياسي طبعا
ثقافة رفع الحذاء دي حاجة شدتني جدا يعني في الفترة الأخيرة. مستوى الإعلامي بقى برامج التوك شو الـ يعني الـ الأخبار يعني دلوقتي ما فيش خبر بيطلع غير لما يكون فيه عمق. لدرجة إن في حد إحدى المذيعات أنا مش عايز أقول اسمها اعترفت إن البرنامج بتاعها خد شهرة كبيرة جدا بسبب الآراء العنيفة. لما ابتدت تقول آراء عنيفة أنا مش عايز أذكر اسمها بس أكيد هتلاقوها على اليوتيوب. البرنامج بتاعها اشتهر جدا وهي نفسها اشتهرت جدا لما ابتدت تقول آراء عنيفة في البرنامج بتاعها. وأشكرك. أنا عايز بس أخذ فاصل أنا صغير قوي قبل ما الأستاذة داليا عمر تواجه أسئلتها في ثلاث دقايق. عايز أقول لكم إن أنا عشت عصرا سمعت فيه جدي وجدتي بيتخانقوا. هقول لكم الألفاظ اللي كانوا بيستخدموها. قالت له أنت جننت يا إسماعيل. قال لها يا نعمة أنت أصبحت لا تطاقين. بس كده ده أقصى حاجة وصلوا إليها في حدة الخلاف يعني. طيب نروح للأستاذة داليا وتفضلي عندك ثلاث دقايق. طيب شكرا لزميلي محمد صلاح. عايزة أواجه لك بس أول سؤال. حضرتك ذكرت بعض الأرقام فياريت حضرتك توضح لنا مصادر هذه الأرقام. الأرقام كانت لقطاع مصلحة الأمن العام دي نسب سرقة السيارات. ايه تاني في ارقام ايه تاني؟ وال90% اللي هي بتاعت الطلبه 90% ده بحث مش متذكر بالظبط مين اللي عمله بس. طيب بس يا ريت المصادر تبقى اوضح من كده علشان احنا تعبنا اشاعات بصراحه. طيب انا عايز اعرف بقى ما هو الدليل العلمي او الدراسه. انا بس هتحفظ على اشاعات هو مش لا معلش يعني احنا تعبنا يا دكتور من الارقام يعني اللي مش عارفين لها يعني مصادر بصراحه يعني. انا بس بنرجوك لو حافظت على المصدر يعني. ما هو الدليل العلمي او الدراسه اللي حضرتك استندت عليها في مقارنه ان العنف زاد؟ احنا عارفين احنا متفقين ان العنف موجود على مر الازمان بنسبه معينه لان ده في طبيعه البشر لما بيتعرضوا لضغوط ان هم بيبقوا بينفسوا عن هذا الغضب في صوره عنف. ولكن المقارنه قبل وبعد يعني احنا بنتكلم على الايام دي. الايام دي اللي هي من امتى حضرتك شايفها من امتى وقبل وبعد الاحصائيات؟ يا ريت لو في احصائيات بتدل ان العنف زاد غير الشواهد اللي احنا بنشوفها لان الضوء مسلط عليها. انا بتكلم في اخر 3 سنين او اخر 5 سنين وقلت مقارنه من 15 سنه او 10 سنين. المستوى الاجتماعي زي ما قلت مستوى رياضي مستوى فني مستوى سياحي مستوى ديني مستوى اعلامي كل المستويات. واظن ان ناس كتيره شايفه دوت يعني. بس عشان اقدر احكم لازم يبقى في دراسه موثقه بارقام بحيث ان انا اقدر حتى لما اجي اعالج اعرف هي زادت قلت ولا انا بتكلم كلام في الهواء وخلاص. الارقام احنا كلنا ممكن يعني ممكن تسالي كل واحد في الناس اللي قاعده ديت لو عملت احصائيه اذا كان في حد منهم ما يعرفش حد في دايره معارفه اتسرقت عربيته هيبقى في دور للجمهور ان شاء الله. يعني اتحدى ان حد من الناس اللي قاعده ما يكونش يكون ما يعرفش حد من زمايله او من دايره اقاربه حصلت له حادثه سرقه هو ما ما ودي الاحصائيه اللي ممكن اقدمها لك ومن الناس نفسهم. لا هو ده مش دي الاحصائيات. مع كامل احترامي طبعا للجمهور اللي حاضر ولكنه بيمثل نسبه اعتقد انها ضئيله قوي ان انا اقدر احكم على الشخصيه عشان نبعد عن الاشاعات بس وعلى المصريين. لا 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 مش اشاعات بس احنا في مرحله بنحاول ان احنا ناسس لمرحله نبني ثقافتنا ونبني سياساتنا على احصائيات وعلى ارقام موثوقه عشان نعرف احنا واقفين فين ورايحين فين انما مش هنفضل نتكلم. طيب اخر سؤال معلش لو لسه في وقت. لسه في نص ان احنا بنربط او ان المقوله اللي احنا شغالين عليها دلوقتي ان هو العنف اصبح جزء من الشخصيه المصريه. فهل حضرتك تقدر تقول لي ايه دليلك او ربطك للمظاهر العنف اللي احنا كلنا معترفين احنا بنشوفها في الشوارع بان ده بقى اصبح جزء من الشخصيه المصريه؟ وهل ده معناه ان الشخص المصري لو سافر في اي دوله تانية هيتسم بالعنف؟ لو هو جزء من شخصيته هيتسم بيه اينما كان مش في ظروف معينه. وشكرا. على فكره احنا قلنا المقوله بتقول ان الشخص المصري جزء او العنف اصبح جزء من الشخصيه المصريه. تمام اصبح جزء معنى كده ان في الكل مش عمق في جزء
العمر. لا هو جزء من الشخصية المصرية. جزء. جزء من الشخصية الشخصية المصرية دي العامة، أنا مش بتكلم على الجزء، هو جزء من الشخصية المصرية. جزء من الشخصية نفسها. مش جزء من المجتمع المصري. أنا خلصنا أو ما كنا بتقول جزء من الشخصية المصرية وليس المجتمع. شكرا. أنا فاهم. طيب. هو ده حياتك مش فاهم. أنا برضو برجوكي يعني نحرص على مشاعر الطرفين. بننتقل إلى الأستاذة حنان مسلم، وعند حضرتك 5 دقائق لتقديم الدليل على صحة موقف فريقك. أهلا بكم وسلاما منكم وإليكم وعليكم. أبدأ بالسلام لأننا نتحدث على العنف، فرغبت أن أبدأ بالسلام. أوضح في البداية بأنني وفريقي نعترض على مقولة هذا المجلس بأن العنف أصبح ظاهرة مستقرة ومنتشرة في المجتمع المصري وجزءا من الشخصية المصرية. نعترض على ذلك. دوري هنا أن أقدم طعنا وبعد ذلك أقدم حجة. أما عن طعني للفريق الآخر وهو الفريق المؤيد لفكرة أن العنف أصبح ظاهرة منتشرة، أنتم من بين ما قلتموه بأنه دللتم على فكرة الصحافة بأن هناك أخبار الحوادث التي تمتلئ بها الجرائد والمجلات عندنا. هناك دراسة قد أجريت في مجلس دعم واتخاذ القرار في العام الماضي، وهذه الدراسة كانت تتحدث عن مساحة صفحة الحوادث وتطورها في الصحافة المصرية، سواء الصحافة المطبوعة أو الإذاعية أو التلفزيونية. ووجدت هذه الدراسة أن مساحة الصحافة بالذات المطبوعة التي تختص بالحوادث هي لم تتطور، أي لم تتسع، لم تتطور من صفحة إلى صفحتين أو 4 صفحات أو وما إلى ذلك. كل استثناء أن هناك مجلة واحدة أو جريدة واحدة نصفية، وهي جريدة أخبار الحوادث فقط لا غير. وبالتالي هذا لا يعد دليلا قويا وقاطعا على أن العنف بات هو الخيار الوحيد أمام المجتمع المصري. أيضا عندما نتحدث عن فكرة نتحدى أنه لا أحد من الجالسين أنه لم يتعرض لسرقة أو أذى أو سرقة سيارة، سرقة السيارات، سرقة المحافظ، سرقة السرقة عموما أو هذه المظاهر العنفية، هذه المظاهر هي موجودة وموجودة في أي مجتمع. على أي أساس يمكن إطلاق الأمور على علاتها هكذا بأنها تعميمية؟ الحكم التعميمي لا يمكن أن يكون حكما منطقيا بأي حال من الأحوال، لأنه يفتقد إلى فكرة التخصيص وفكرة المنهجية العلمية. أما عن حجتي للسادة الحضور، ما يحدث في الشخصية المصرية منذ الثورة، دعوني أتحدث عن فترة زمنية محددة، وهي منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى هذه الآونة. في هذه الفترة الشخصية المصرية تعرضت لعدد من الضغوط التي كان إزاءها لابد وأن تعبر عن نفسها وأن تؤثر. جزء من تعريف العنف، أبني حجتي هنا على تعريف العنف، هم عرفوا العنف بالفعل وهو تعريف علمي، ولكن هذا التعريف ينقصه شيء، وهو أن من يتبع العنف جزء من أسباب اتباع العنف هو أنه يريد التأثير على الآخرين. وهذا التعريف هو تعريف علمي ذكره يوئن غالتونغ، ويوئن غالتونغ هو واحد من الذين أسسوا لعلوم ومباحث السلام على مستوى العالم، هو عالم نمساوي، تحدث عن فكرة أن العنف في بعض الأحيان يلجأ إليه كوسيلة للتأثير في الآخرين. هنا تسألوني إذن المواطن المصري من يريد أن يؤثر عليه؟ أعتقد أن الإجابة واضحة. من قبل 25 يناير وحتى هذه اللحظة الشخصية المصرية تتعرض لمجموعة من العوامل التي تؤدي بها إلى استخدام وسائل للدفاع عن نفسها، من أبرزها فكرة الانفلات الأمني، غياب الشرطة، فكرة ارتفاع سقف التوقعات في 25 يناير، وبعد خلع مبارك ارتفع سقف التوقعات للمواطن المصري بأنه سيجد الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، ولكن حتى الآن لم تتحقق هذه المطالب. فبالتالي لابد لهذا المواطن أن يعبر عن رأيه، وأن يعبر عن رأيه حتى ولو كان بشكل استثنائي. أيضا فكرة الإعلام،
الإعلام هو من مسببات فكرة العنف وليس العكس، وهذا بناء أيضا على دراسات إعلامية ودراسات صحفية، وهذا في مبنى تخصصي. الإعلام في مصر يدار بأسلوب صحافة الصراع، وهذا لأنه حتى الآن هو إعلام مستقطب، إما هو إعلام حكومي يتبع الرئاسة، وإما أنه إعلام خاص فيتبع رجل الأعمال. أيضا فكرة الصراع الأيديولوجي، نختم في نصف دقيقة، الصراع الأيديولوجي بين التيارات السياسية المختلفة، كل هذا أدى إلى وجود وسائل يريد المواطن المصري أن يعبر بها عن نفسه، وهي تسمى في علوم السلام الوسائل اللاعنفية تبعا لجالتونغ، مثل ما فعل مارتن لوثر كينغ والمهاتما غاندي في التعبير عن ثورتهم. أشكرك، ليس لي أن أعلق على المنطق والمضمون، وإنما أحيي لغتك الرائعة وأسلوبك الشيق. طيب هنروح إلى مرحلة مهمة الآن مع الأستاذ محمد رجب، وثلاث دقائق تضع فيها الأستاذة حنان مسلم تحت ضغط الخروج من أسئلتك القاسية مش العنيفة. طيب فضل. إن شاء الله مفيش عنف. شكرا جدا يا أستاذة حنان، ولكن السؤال الأول هو حول جهة الدراسة التي استندت إليها، وهي دعم اتخاذ القرار. نعم. التي أكدت أن هناك صحيفة واحدة تنشر الأخبار وهي جريدة الحوادث. لا، هذا لم أقل هذا ذلك. قالته الدراسة. لم أقل ذلك، ولكن قلت أن دعم واتخاذ القرار أجرى الدراسة وقال إن الصحافة صفحت الحوادث في الأخبار المصرية سواء الحكومية أو المستقلة لم تتغير، أي لم تزداد، وأن هناك فقط مجلة أو جريدة واحدة هي التي صدرت بشكل أساسي، هي جريدة أخبار الحوادث، ولكن لم أقل أنها هي الوحيدة المعبرة عن الحوادث. يكفينا أن هناك جريدة من الصفحة الأولى وحتى الصفحة الأخيرة تتحدث فقط عن الحوادث. أما الأمر الثاني، فهل هناك أي دراسة محايدة تتعلق بأن هذه التحقيقات أو بأن هذه الأرقام بأن هذه التحقيقات الحوادثية قلت لأن الجهة الحكومية لن تقول بأن هناك عنف في المجتمع؟ ولماذا تريد جهة محايدة؟ ما معنى المحايدة هنا؟ ما قيمتها؟ المحايدة أننا أنت الآن في تقديمك قلت بأننا كنا نعيش تحت ضغط من مبارك والحكومة والنظام الحاكم و فهل تتوقعين من الحكومة أو من الدراسات البحثية الحكومية أن تصدر؟ ولكن هذه ليس لها علاقة بفكرة أنها تابعة غير تابعة للحكومة، وأنه حتى ولو جاز التعبير بأننا أنحينا هذه الدراسة جانبا، لماذا نعمم فكرة أن العنف موجود فهو بالتالي هو بات سمة أصيلة من المجتمع المصري؟ هذا أمر تعميمي أكثر منه أمر مبني على ملاحظة علمية أو منهجية علمية. ما ليس هناك من ينكر بأن العنف قد ازداد في الفترة الأخيرة وللحكومة أن تقول هو لم يزدد، ولكنه بات مسلطا عليه الضوء، لأنه لأول مرة يعبر المواطن المصري عن رأيه، ولأول مرة يمتلك صحفا متعددة وقنوات متعددة ويمتلك أيديولوجيات مختلفة. لأول مرة نفاجأ بأن هناك ليبراليون وعلمانيون وإخوانيون وسلفيون وفوضويون وأناركيون. هذا كله صدمة، هذا كله تغيير في الوعي المصري واللاوعي المصري كذلك. نعم، ولكن ليس تغيير المجتمع أو تغيير اتجاهات المجتمع. هذا المجتمع الذي هو عنيف هو بسبب فكرة أن التعليم فاسد، السياسة فاسدة، الاقتصاد فاسد. هذا مواطن لا يمتلك أي شيء حتى يتمتع بفكرة السلام. عن رأيه بالعنف. أين هو السلام في ظل الفساد؟ سؤالك الأخير. أين هو السلام في ظل الفساد؟ كيف من لا يجد قوت يومه لا يجد السلام. حتى وإن كانت هذه المؤسسات التعليمية فاسدة، كيف يكون العنف هو الوسيلة الوحيدة التي يسلط عليها الضوء للتعبير عن الرفض؟ أنتم تركزون على العرض وليس المرض. المرض هو الفساد الذي بات منتشرا في كل شيء وأدى وهذا التصريح يكفينا. شكرا لكليكما، وحوار يستحق التحية من الجانبين. وصلنا إلى نقطة حاسمة جدا، إلى قول لكل فريق لمدة 5 دقائق
عما يريد أن يلخص به موقفه. فعلى هذا الجانب المؤيد الأستاذة آية أحمد. شكرا. خمس دقائق. أرحب بكم جميعا. أولا العنف وليد القهر، وليد الظلم، الاستبداد، وليد العجز، وليد عدم الأمن وعدم الاستقرار. سبب العنف الانتقام السياسي. الانتقام السياسي أدى إلى العنف والاقتتال. الأسباب خيبة الأمل في كل في المستقبل، الصدمة، عنف وصراخ ودماء وحرائق وانفجارات ودخان ورصاص، ضحايا وقصاص وأبرياء، الاعتصامات. كل واحد فينا، كل شخص دلوقتي أو خاصة الجانب السياسي ينظر إلى المصالحة السياسية أو مصالحه السياسية الشخصية للوصول إلى هدف لذاته وليس إلى الجميع. الشعب يعاني الكثير من سوء الأحوال الاقتصادية والشائعات. كل ما لدى الشعب الكبت. هيخرج الكبت ده بإيه بقى؟ بعنف. احنا قلنا ان الشعب المصري متسامح، لا احد ينكر هذه الصفه، ولكن كل ما يعاني منه الشعب المصري يؤدي الى العنف والتحريض على القتل والاستيلاء على كل حقوقه. يعني دلوقتي كل حاجه الشعب بيحلم بيها مسيطر عليها. يعني مفيش امن، مفيش اسره بتوجه، فراغ سياسي وفراغ فكري، مفيش هدف معين وطني الكل يجتمع عليه. الفشل السياسي والاقتصادي أدى إلى إحباط نفسي، أدى إلى العنف الاجتماعي وعنف أسري. والسبب الرئيسي دلوقتي إن بين الشعب وبين في طوائف بين الشعب أصبح لديها الكراهية والتحريض على العنف. لا ننكر أن عوامل العنف الفقر وانهيار التعليم، الصحة، الظلم، ما فيش صحة أصلاً، الظلم، القهر. يعني أنا أشوف إن لازم ندور على حل، مش إن إحنا نقعد نقول أسباب أسباب أسباب، لازم ندور على حل. الدولة لازم تدور على حل، لأن إحنا دلوقتي في دايرة، الوطن في دايرة. إذا صلح الوطن، إذا صلح الحاكم، صلحت الرعية، وإذا فسد الحاكم، فسدت الرعية. صلح الفرد، صلح المجتمع، صلحت الدولة. صلحت الدولة، صلح المجتمع، صلح الفرد. يجب أن يكون هناك حلول. فهناك الحل السياسي، الإصلاح السياسي الذي يؤدي إلى الاستقرار، وليس السياسي الذي يؤدي إلى الكرسي والمناصب. الأمن، يجب أن يكون هناك حل للأمن لكي يلتزم الجميع بالقوانين. عندما أحاسب فرد دقيقة فأكون عندي دقيقة الأخيرة. متأسف على مقاطعة. لازم أصلح التربية والتعليم، أصلح الإعلام، أصلح المؤسسات الدينية، أصلح الأسرة. لازم يكون هناك وعي ثقافي. كل واحد لازم يعرف واجباته، لازم كل واحد يعرف حقوقه عشان يقدر يعمل الواجبات اللي يقوم بيها. لازم يكون في عدل بين الكل. العنف هو مش أساس كل حاجة. العنف أصبح في مصر هو الأساس دلوقتي. الحرية بلطجة. أضربك علشان أنت مختلف معايا، أقتلك علشان أنت عمرك ما هتوصل لفكري. مفيش حل غير أننا نتغير بقى كل واحد من جواه، إن هو لازم أن يكون في دور إصلاح نفسي ثم شخصي ثم دور للوطن. يعني أشكرك بكلمة الوطن نقف، وهي كلمة غالية. ننتقل إلى الفريق الآخر والأستاذ محمد عراقي ودقائق خمس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي للحضور الكريم.
في الحقيقة أنا كنت المفروض كلمتي هتركز على القضية اللي احنا بنتكلم عليها العنف، لكن الفريق الآخر صمم أنه ياخدني في مطارح بعيدة لازم أتكلم عليها ولازم أربط ما بينها وما بين القضية اللي احنا بنتكلم عليها. بستعجب جدا من المتحدث الأول من الفريق المعارض لما سأل زميلتي منذ ثواني بسيطة جدا أو دقائق معدودة وقال لها كيف لك أن تحضري تجيبنا يعني مصادر حكومية وانت عارفة أن الحكومة أو المصادر الحكومية لن تقول بأن هناك عنف في المجتمع. في الوقت اللي بدأ فيه كلمته هو بيقول لنا لو فتحنا الجرائد الرسمية دلوقتي هنلاقي أم نطت مش عارف منين أو واحدة انتحرت عملت إيه أو واحدة عملت إيه. حتى الجزء الإعلامي اللي احنا اللي أنا مش جاي أتكلم عليه النهاردة كان ما بين المتحدثين تضارب في أقوالهم. لما سألت المتحدث الأول من الفريق المؤيد وقلت له الأحداث اللي حضرتك بتشوفها دي كانت موجودة في السابق قال لي لا دي أحداث أنا بشوفها دلوقتي في الجرائد اليوم الأيام دي بس. والمتحدث الثاني أول لما بدأ كلامه قال لما من 15 سنة كنا بنفتح الجرائد كنا بس بنشوف مظاهر العنف في الجرائد. فأنا استعجبت جدا الحقيقة أخذ من المتحدث الأول إن الأحداث أو مصادرهم للعنف موجودة في جرائد دلوقتي ولا مصادرهم في العنف موجودة في جرائد من 15 سنة. وعلي أنا هتكلم بما يعني إحنا حابين نتكلم بقضية علمية بمصادر موثوقة بأسس تعليمية ومنهجية تعليمية نتكلم عليها بعيدا عن الحرية وبعيدا عن الإعلام وبعيدا عن هذا. دعوني أذكر حضراتكم مرة أخرى بالتعريف الشامل لمعنى العنف كما ذكره كل أطباء علماء النفس في العالم. العنف هو كل سلوك معنوي أو مادي يرافقه قوة وإلحاق أذى بالآخرين، وهو آفة، وهو ما ذكرته المتحدث الأول زميلتي، آفة اجتماعية سلبية تؤدي إلى نتائج سلبية. طيب ندخل على الأسباب اللي بتؤدي إلى العنف، والحقيقة لما هنسمع الأسباب هنستعجب جدا لأن الأسباب دي موجودة من أول لما أنا متولدت. الأسباب دي موجودة ومع هذا محدش أقر أن في عنف في المجتمع. ده الأسباب اللي حطها علماء طب النفس مش أنا اللي جايبها. الأسباب تتلخص في أولا كان هناك أسباب نفسية ذكرت زميلاتي بعض منها كالإحباط وفقدان الأمل في المستقبل وانسداد قنوات التغيير. من منا كان يجد أو كان يتوقع أو خياله يصل إلى أننا كان ممكن أن نحدث تغيير؟ كان هذا موجودا أيام النظام البائد، أيام النظام المخلوع حسني مبارك. ثانيا الأسباب السياسية منها العناد السلطوي وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية وأيضا البيروقراطية الحكومية بمفهومها. كل واحد فينا هو راح يخلص مصلحته امتى؟ مين فينا ما شافش ان في بيروقراطية حقيقية موجود؟ كل الاسباب دي كانت موجودة من قديم الازل ومع ذلك محدش جه اتكلم ان في عنف موجود. طب ازاي والاسباب دي هي اللي موجودة دلوقتي ومفيش احنا ما ينفعش نقول؟ احنا اللي بنقوله ان المجتمع المصري بيمر بظروف استثنائية، الحالة التي تمر بها البلاد من تغيير الانظمة وغيرها قد تستدعي وجود بعض اعمال العنف، ونركز على كلمة بعض. لكن هذا المجلس ينفي تماما لأن العنف هو جزء من الشخصية المصرية. أعيد وأكرر كلام زميلتي المتحدثة الأولى، لو كنا نتسم بالعنف لكنا أعدمنا رئيسنا كما فعل الشعب الليبي بمعمر القذافي. لو كنا نتسم بالعنف لكنا أعدمنا رئيسنا كما فعل الفرنسيين في 1919. هنقولها رئيسنا هننبسط أكتر كلنا. لكنا أعدمنا رئيسنا مش رئيسنا يعني معلش. عفوا يا دكتور حضرتك أنت موافق جدا يعني بس أنا عايز أكرر الأمثلة اللي ذكرتها زميلتي اللي بتؤكد إن إحنا شعب طيب بطبعه، واللي أكد أصلاً الفريق المؤيد هو اللي قال الشعب المصري يتسم بالطيبة والسماح. اللي أنا أقصده واللي أنا عاوز أكد عليه إن اللي موجود دلوقتي إحنا بنتفق فقط على أنها ظاهرة لكننا لا نرى أنها منتشرة في المجتمع ولا نرى أنها مستقرة ولا هي جزء من الشخصية المصرية. نصف دقيقة أريد أن أذكر حضراتكم مرة أخرى حتى الأفلام السينمائية المصرية التي كانت تتسم بالعنف، أقلام المعارضة تعالت وأقوال المذيعين تعالت على إزاي يبقى في فيلم سينمائي بيتسم بهذا العنف. خلاصة الكلام الشعب المصري سيظل شعب سلمي، شعب لا يتسم أبدا بأي نوع من أنواع العنف. كانت لنا الكلمة ولحضراتكم الحكم والتعليق، وأشكر لحضراتكم حسن الاستماع. السلام عليكم. أشكرك شكرا جزيلا وأشكر الجانبين على ما تفضل به من طرح قيم واجتهاد حقيقي في تأكيد ما يرونه صحيحا. نصل إليكما إلى المنصة الكريمة أستاذة أنيسة، حضرتك عايشة يعني قضايا الحقوق وتعاصرينها ويعني لك فيها خبرات وتجارب ورصد عميق وقيم، فعايزين حضرتك تقول لنا من مفهومك في ما طرح الجانبان كيف ترين الموقف وخصوصا بتعليق على كلا الفريقين.
لو أذنتي لو أذنتي هناخد المسألة دي على مرحلتين، فناخد 7-8 دقايق وبعدين إن شاء الله نرجع تاني لأي إضافات. طبعا. أولا أنا بحب أبتدي بتوجيه الشكر للصديق المهندس محمد الصاوي ولسائد الصاوي وطبعا للبريتش كونسل وأنا ليند، لأن مسألة يعني الاهتمام بالثقافة أصبحت نادرة، وبالتالي أنا أحييهم أن في وسط كل ما يحدث ما زال يعني جانب الثقافة والمناظرات وبناء القدرات على جدول الأعمال. أنا أيضا بأحيي على المساواة بين وجود الشابات النابهات والشباب المتفوق، فأحيي الفريقين. أنا بس يعني أريد أن أبدأ ببعض الملاحظات كمقدمة، أن يعني أنا عايز أطرح نقطة، هل العنف بهذا الشكل هو ظاهرة جديدة على المصريين؟ أيضا نقطة أن هذا العنف مرتبط أكثر بالشباب، وهنا تأتي خطورة الموقف، لأن الشباب هو يكون النسبة الغالبة من المصريين حاليا كفاءة عمرية. أيضا نقطة أن احنا تعودنا وأصبحنا نتقبل، كما قال أحد الأعضاء فريق اليمين، عن إن احنا تعودنا على رسائل العنف، أصبحت أرقام، أصبحت مظاهر نمر عليها سريعا، ودي مسألة خطيرة يعني تترسب في نفوس الأطفال خاصة على وسائل الإعلام طول الوقت، وأن هذا العنف ليس عنفا لفظيا بل أيضا جسديا وأيضا فكريا، يعني العنف متعدد. أنا مش هدخل لأن أكيد حضراتكم انشغلتوا بالمناظرة، لكن جميعكم تعرفون مثلي تماما أن هناك أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية بعضها يتعلق أدت إلى هذه الظاهرة، بعضها يتعلق بتدهور هيبة الدولة نتيجة للغياب الأمني، نتيجة للانفلات الأمني في الشارع، نتيجة لأن المؤسسات قد جاءت في فترة وكانت تعادي بعضها البعض، مؤسسات الدولة التي تعودنا دائما على احترامها وعلى يعني اعطائها وضعها. أيضا الأفراد في حالة دفاع عن النفس نتيجة للمكتسبات المادية والمعنوية الخاصة بهم، أو الرغبة من الجانب الآخر في الحصول على مكاسب سريعة. يعني أنا مش هستطرد في هذه النقطة لأن حضراتكم أكيد كلكم خبراء في الموضوع، وأكيد زميلي العزيز الدكتور سيكون له يعني سيدلي بداله في هذه المناقشة. أنا عايز أتكلم على المناقشة برضو، مناقشة تميزت بالحيوية والمبادرة، دي بس مقدمة يعني علشان لما أقول حاجة على حد يعني لا يأخذها بحساسية. النقطة احنا كنا بنتكلم على حاجتين، الظاهرة هل هي موجودة في الشارع المصري وتزايد العنف، وبنتكلم على سمات، هل أصبحت سمة من سمات الشخصية المصرية. الظاهرة حضراتكم الفريقين متفق يعني متفقان عليها، لكن النقطة الأغرب إن حضراتكم برضو اتفقتم على إنها ليست سمة، وأن الشخصية المصرية جميلة ومتميزة، ففي جزء فقد هنا من المناظرة. لفريق اليمين قدم تصنيفا ولوما لأنواع العنف ورصدها، و فريق اليسار دافع عن الشخصية المصرية وسماتها، ولكني افتقدت هنا بعض التأصيل عن ما هي الروافد الثقافية لهذه الشخصية وسماتها، يعني من أين أتت لما نيجي نصنف الظاهرة أو السمات الشخصية، هل هي روافد ثقافية، هل هي موروثات اجتماعية في الجانب الإيجابي. فريق اليمين أنا رأيي إن هو كان مخرجه إنه يقدم أسباب تم ذكرها بالفعل في علم الاجتماع أو في استطلاعات الرأي بطريقة ليس فقط ترصد الظاهرة ولكن تتعمق في الأسباب، ولم يقدم أيضا حلولا. يعني حضراتكم قلتوا إن دي الحلول، أنا سمعتك والله يا آية، أنا عارفك يا مرة فات متحمسة، لكن أنا قصدي إن المنهجية نفسها إن إحنا كان لازم نخرج عن هذا قليلا. طبعا فريق اليسار عنده ميزة نسبية، وهو أنه يدافع عن شيء كلنا عايزين ندافع عنه وكلنا مصريين ونود إثبات أن الشخصية المصرية شخصية جميلة، فوقعنا في فخ الدفاع عن الشخصية وألقينا باللوم على عوامل كلها خارجية من الجانبين. على فكرة أنتوا برضو يعني توجهتوا إلى نفس الاتجاه، وهي بس الشخصية المصرية جميلة، يعني
إن أنا كان رأيي إن فريق اليمين كان لازم يتحدث عن الشخصية المصرية زي ما بنقول باللغة الإنجليزية the devil's advocate. أنت يعني عشان الأرجمنت سوري عشان أعتذر عشان الحجة تبقى قوية أنا بخرج عن كوني مصري أنا الجانب الآخر الجانب الذي يثبت الحجة دون مجاملات أنا عارفة صعوبة الموقف لكن هو دي النقطة حضراتكم بلغتوا في الوصف الإيجابي للشخصية المصرية مع الاعتراف أنها ظاهرة لكن محدش قال طب الظاهرة دي أنتم متوقعين إيه المدى الزمني بتاعها إيه اللي هيخلي الشخصية ترجع إلى سماتها اللي حضراتكم بتدافعوا عنها وأيضا أنا كنت عايزة أشير أن محدش اتكلم عن العنف الفكري وأسبابه وآثاره على الشخصية أنا كنت أتمنى على الفريقين مع أدائهم الممتاز أنهم يتم تقسيم الظاهرة اللي هم متفقين على وجودها لملامح وأسباب وحلول أيضا لم حضراتكم لما دفعتوا عن سمات الشخصية المصرية ما كانش فيه زي ما هم رصدوا ملامح ومظاهر لهذه الشخصية التي تأثرت بالعنف ليه ملامح حتى لو أنتم مفترضين أن احنا كلنا عارفينها كان يجب أن يتم رصد لإيه النواحي الإيجابية اللي أنتم لسه شايفينه إيجابي لأن ما ينفعش أن احنا نلقي باللوم وأنا قربت مش كده بالعكس حضرتك ماشي التخلص من المأزق أن احنا نلقي اللوم مثلا على فترة الثورة أو تطورات المشهد السياسي ده لا يقيم الحجة على إن الشخصية المصرية ليست كذلك ليه؟ لأن في سؤال ممكن يطرح من الجانب الآخر ليه محدش وارد إن احنا نقول أن هذا العنف بالعكس متجذر في الشخصية المصرية وأن كل ما حدث أن أتت الثورة أو الانفلات الأمني لترفع الغطاء عن هذا الاستعداد للعنف يعني عشان كده أنا كنت مفتقدة أن حضراتكم تقولوا مظاهر وملامح ويعني إيه اللي هي اللي أنتوا شايفينه أيضا مسألة الإعلام من هو مسؤول عن جنوح هذه الشخصية يترد عليه بمنتهى البساطة أنت إذا لم تجد التربة الخصبة لوجود مثل هذا العنف ما كانش هيبقى له هذا التأثير اللي بنشوفه في الشارع أنا قربت أخلص الفريقان أجادة في نظري بعد إيضاح أن سابقا الميزة النسبية كانت لفريق اليسار بسبب يعني الحجة التي يتبناها ولكني سأتحدث هنا وهنا هضطر أميز بقى عن لغة الجسد النبرة الصوتية الثقة بالناس بغض النظر عن الإيمان وأنا سأعطي صوتي النسبي هنا في الجزء ده لفريق اليسار حجتكم كانت ما فيهاش تهاون إطلاقا أنا آخر ملاحظة لي أن حضراتكم ركزتوا على العوامل الخارجية أنا كنت عايزة مزيد من التأصيل وكيف تراكمت سواء دي وجهة نظر هذه أو هذه نتيجة هل في فترات الهزيمة هل هي فترات عدم الاستقرار أو قهر الظروف الاقتصادية الأستاذة آية أشارت لكده شوية أنا بس دايما بقول ان مواجهة العيوب هامة بس انا هنا مش ببصلكوا كمصريين دول فرق وده اللي هو هيبقى الميزة اللي اكتر انا في الاخر بشكركم على ان انتوا اديتونا الفرصة لده تدريب على العصف الذهني والحديث والمناظرة في اطار الافكار والمقولات يعني غير سابقة التجهيز لأن وده أخرجنا من الملل بتاع المقولات المتوقعة والتي لا تضيف جديدا أنتوا فتحتوا أبواب للتفكير وأرى أن هذا يشير إلى ضرورة البحث في المرة القادمة كيف نمضي قدما في طريق الإصلاح الثقافي أهم من أي حاجة أشكرك جدا عايز أحييكي يعني الحقيقة حضرتك فتحت لنا أفاق جديدة وأنا أتصور أن القماشة الآن مفروشة أمام أستاذنا الدكتور محمد سعد صالح أستاذ القانون الدولي جامعة حلوان للتفضل بالتعليق على ما استمع إليه بسم الله الرحمن الرحيم في البداية بتوجه بالشكر إلى سعيد الصاوي على هذا الحدث العلمي والثقافي وبخص بالذكر الباشمهندس محمد الصاوي والفريق والشكر موصول للمركز الثقافي البريطاني ومؤسسة أنا لاند على تنظيم هذا الحدث وكل الشكر للأستاذة الفاضلة الأستاذة أنيسة وللفريقين ولحضراتكم في البداية
لأن الحروب تنشأ في عقول البشر، لذلك فبيجب أن يتم تغيير المفاهيم في عقول البشر. هذه المقولة أو هذه البداية هي ما بدأ به ديباجة الميثاق الخاص بمنظمة اليونسكو الخاصة المعنية بالثقافة والعلوم، اللي قالت إن المشكلة الأساسية في الثقافة والعلوم بالنسبة للبشر هي في العقول. حروب بتبدأ في العقول، وبالتالي لابد إن احنا نبني حصون السلام في العقول عن طريق الثقافة، عن طريق بيان كيفية الحوار بين الأطراف، لأن ده بطبيعة الحال هيؤدي إلى عدم وجود الحروب. الموضوع اللي نوقش في هذه المناظرة هو العنف والشخصية المصرية. بطبيعة الحال كلنا متواجدين على أرض مصر، وجدنا هذا التغير الرهيب اللي حصل في الشخصية المصرية خلال هذه الفترة، ما صاحبه من عنف. طيب الكلام الذي يجب أن يعني نبينه، هل هذا العنف، هل في عنف؟ نعم يوجد عنف. هل هذا العنف وصل إلى كونه ظاهرة؟ من وجهة نظري أعتقد أنه وصل إلى كونه ظاهرة، ولكن لماذا؟ وهل ارتبط بالشخصية المصرية؟ ده اللي كنت أتمنى أن الفريقين يجاوبوا عليه. خلص الشكر للفريقين على المجهود اللي بذلوه، وبذلوا مجهود كبير، لكن من وجهة نظري المتواضعة بعتقد أن هما الاثنين ما قدموا ليش إيه هي الظاهرة. كل واحد بيتكلم دي ظاهرة، إيه ظاهرة؟ يعني كنت أتمنى أفهم كل واحد، كل فريق مفهومه إلى الظاهرة، لأني لقيت كل فريق بيرجع مرة تانية، لا شخصية طيبة، لا دي حاجة عارضة. معنى وجود ظاهرة معنى إن إحنا في مواجهة أحداث تكررت بشكل بحيث إنها أصبحت بتمثل وجودها حقيقة أمامنا، بحيث إن إحنا لا يمكن إن إحنا نخفيها، لا يمكن إن إحنا ننكرها. وبالتالي أنا بعتقد إن ما يحدث الآن إن العنف هو ظاهرة في المجتمع المصري، دي حقيقة ما أقدرش إن أنا أنكرها. طيب هل هذا العنف كان موجود قبل كده؟ طب إيه أسبابه؟ الشخصية المصرية سماتها، هل هو من سماتها ولا هو طارئ عليها؟ هل الأسباب اللي كانت موجودة ديت أو اللي هي ظهرت في الفترة الحالية ساعدت في تنامي هذه الظاهرة اللي موجودة؟ بطبيعة الإنسان كل إنسان فيه الجانب الطيب والجانب الشرير، ما فيش إنسان بيوجد ملاك ولا بيوجد إنسان شرير، ولكن عنده الجانبين، ولكن هناك مجموعة من العوامل بتؤدي إلى زيادة جانب على جانب. شخصية المصرية شخصية الفلاح البسيط اللي بيزرع أرضه، وبالتالي كان الطيبة التسامح. طيب هل اللي موجود دلوقتي، هل القرية موجودة؟ هل الزراعة، هل هذه الشخصية بسمتها موجودة دلوقتي؟ كنت أتمنى من الجانبين إن كل واحد يتكلم لي عن هذا التطور الخطير اللي حصل في الشخصية المصرية بحيث أدى إلى الوجود دلوقتي. طيب وبعد ذلك ماذا نفعل؟ لدينا ظاهرة، إيه أسبابها؟ طيب وإيه وسائل علاجها؟ هي أنا يعني مسألة عارضة، ولكن أستأذنك فضل. في مقاطعة قصيرة أقدر أستغل وجود حضرتك وأسألك أنا بعد إذنك فضل. هل التشريعات المصرية ينقصها تحديث يواكب ما نعانيه بما يؤدي إلى تحسين هذا الموقف؟ والله التشريعات المصرية يعني مش عايزين نشكر فيها، ولكن ما يوجد فيها يكفي لمواجهة ظاهرة العنف، ولكن ما يحدث الآن هو انفلات أمني، عدم عدالة اجتماعية، عدم عدالة
في تطبيق قواعد القانون. يعني هي المشكلة إيه؟ إن يعني أي أحد من حضراتكم لديه سيارة مخالفات في أي دولة، خلاص مخالفات موجودة هي خلصت، ما فيش عملية إن هخفضها لك هشيلها لك، هتدفع المخالفات هتدفع المخالفات، بل يمكن إنك تفقد رخصة القيادة. إنما عندما تجد إن شخص يستطيع إنه يعني يتلاعب في هذه المخالفات أو يقلل منها أو يرفع هذه المخالفات وشخص آخر لا يستطيع، هتحس بعدم العدالة القانونية، ودي أصعب شيء ممكن يحس به الإنسان وممكن يؤدي إلى العنف. لكن التشريعات بعتقد إنها كاملة ويمكن إنها تواجه هذه الظاهرة. أنا عايز أشكرك وأشكر أستاذة أنيسة وأرجع لحضرتك أسألك، هل تحبي يعني الحقيقة عندنا دلوقتي هذا القدر من المرونة تواجهي أسئلة أو حديثا لأحد الفريقين أو لكليهما، أو تضيفي المزيد من التعليق؟ وكمان عندنا لسه فقرة مع الجمهور الكريم، ف يعني أنا دلوقتي إحنا نعرف نتحرك مع بعض في ظل تلت ساعة كمان، نروح فين مع الجمهور مع الفريقين، والمنصة عايزها تبقى هي صاحبة القرار. يعني لا، أنا أعتقد أن أنا يعني الوقت اللي في التعليق على الظاهرة أو بالتالي سأتركه يعني متنازلة عن وقتي للجمهور لتوجيه الأسئلة. لكن أنا عايزة أسأل بس سؤال مش في الظاهرة، أنا عايزة أسأل الفريقين، هل بتختاروا الموضوعات أو الجانب اللي يعني ما عنديش أنا تفاصيل كتير على الموضوع ده وفقا لاختياركم ولا بيتم إسناده إليكم؟ لا بنتعامل معهم بمنتهى العنف، بمنتهى الدكتاتورية. أوكي خلاص فهمت تفاصيل الظاهرة جاية منين. وبعدين برضو أنا عارفة، أنا شفت الأستاذة آية قبل كده، كلكم بقالكم مدة في البرنامج مش كده؟ هل بتقدموا تقييم غير أن البريتش كونسل يقيم أو أنا ليندا أو سائد الصاوي، هل انتوا بيسمح لكم بتقديم تقرير في تقييم في النهاية للجوانب الإيجابية والسلبية على طريقة التدريب وعلى الحضور وعلى كده؟ اوعوا تكونوا بتجيبوا سيرة اللي بيقعدوا هنا قيموا بعض، انتوا حرين. لكن ناخد من كل ترابيزة دقيقة في الموضوع ده، ممكن يعني نبتدي هنا، تفضلي. طيب أتكلم عني أو أنا وداليا وحنان مثلا، إحنا في صوت الشباب العربي بأن سنة ونص من دلوقتي بدأناه لما حضرنا الريجونال تريننج في الأردن، وهناك كان معنا الدكتور الصاوي كمان، خدنا قواعد الديبيت أو قواعد المناظرة، القواعد اللي هي الرولز، وإحنا بنتكلم أصلا مطلوب مني أقول إيه في الخمس دقايق، ما ينفعش أن أنا أتكلم وخلاص، لا، هي فكرة كل واحد فينا كمتحدث له دور معين، وكل واحد فينا هو بيتكلم لازم يطرح نقاط معينة علشان يكسب أو يربح الديبيت. بعديها سافرنا اسطنبول، خدنا أدفانسد تريننج أنا وداليا، تدريب متقدم في اسطنبول، ومن بعد ما رجعنا احنا في صوت الشباب العربي كتدريب لطرح مدربين وكاجراء مناظرات بابليك ديبيت. بس ارجوك قول للاستاذة انيسة عن التقييم. بعد كل تدريب، او بعد كل مناظرة او بعد كل اي اكتيفيتي او اي نشاط بنعمله، بيتقدم لنا استمارة كاملة بنكتب فيها كل المميزات والنواحي الايجابية وكمان النواحي السلبية، وفعلا ومقترحاتنا للتطوير، وحقيقه يعني بيراعى اشكرك. يعني بتقيموا نفسكم كمان؟ هو دي بس اللي انا قصدي. طبعا. يمكن نسمع الجانب ده من الترابيزه اليمين، تفضل. هو غالبا المفروض التقييم كان بيحصل بشكلين، يا اما بيكون في تحكيم، لجنه التحكيم، يا اما بيبقى بالتصويت من جهه الجمهور. دي هو هنا، معلش، هو هنا السؤال عن تقييم اللقاء بشكل، مش تقييم كل فريق على حدة أو تقييم المنصة أو يعني، هي هو ده المقصود بسؤال الأستاذة أنيسة، فكرة كيفية البناء على التجارب، يعني التراكم المعرفي أو التجاربي اللي وصلنا دايما لخطوة القدام. يعني أكيد طبعا، يعني كل واحد بيبقى محتاج إن هو يتقيم عشان خاطر يبتدي إن هو يعدل أو يغير من النقطة أو نقطة الضعف اللي عنده،
فأكيد بنهتم جدا إن احنا ناخد النقط الإيجابية والسلبية عشان نقدر إن احنا نعدل عليها. شكرك شكرك. حضرتك لو تحب برضو تاخد هذا الحق في إنك تطرح حاجة على الفريقين، وأنا أحب الحقيقة أدي الفرصة كمان للجمهور، فيعني تفضل. يعني مش هاخد كتير، يعني انا كنت يعني هو كنت اتمنى طبعا الفريقين ممتازين جدا، قدموا العرض يعني ممتاز للموضوع، بس كنت اتمنى بالنسبه للحجج انها تكون واضحه، يعني خاصه الفريق المؤيد، يعني احنا خدنا منهم الاسلحه بره الحقيقه، وكان يعني ممكن يورونا الادوات بتاعتهم بس سحبناها بره. يعني برضك ما عمليه النظره، طيب وان تكن هذه ظاهره ماذا سوف نفعل؟ هو طبعا استاذ ايه حاولت تقول لنا، حاولت انها تتكلم فيها. وكنت اتمنى ان الفريق المعارض طيب ما فسرليش برضك، يعني طيب دي مش ظاهره، امال دي ايه؟ يعني 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 طيب هتحب ترد؟ هل حضرتك تسمح؟ اتفضلي. معلش انا يمكن في الاول لما عرضنا المقوله قلنا ان المقوله مكونه من بعض الكلمات، انها ظاهره مستقرة منتشرة جزء من الشخصية المصرية، وقلت ان انا بتفق مع كلمتين ومعترض على كلمتين. انا متفقة انها ظاهرة ومتفقة انها منتشرة، ولكنها ليست مستقرة لانها بتتغير بترتفع وبتنخفض باختلاف الظروف المحيطة بالمصريين. بنلاقي في فترات من السلم كده العام ومفيش مظاهر كبيرة للعنف، وفترات الثورات، ودي بتلحق باي ثورة مش الثورة المصرية بس، بنلاقي ان الاختلاف في النظم واختلاف الطابع الاجتماعي، وان الناس شوية لقت نفسها فجأة خرجت، فمش كل الناس بتعرف تتحكم في الغضب او توظف الغضب بطريقه صحيه، ومش لاقيه القياده اللي توجهها ازاي تعبر عن الغضب ده بصوره صحيه. فانا مع حضرتك انها ظاهره، يعني او انا مع المقوله انها ظاهره، انا ما اعترضتش انها ظاهره وما اعترضتش انها منتشره، ولكن انا معترضه انها جزء من الشخصيه المصريه. ويمكن كنا نقدر نعبر اكتر عن سمات الشخصيه المصريه ونوصفها اكتر لو كانوا ادونا وقت اكتر شويه لكل متحدث. شكرا جزيلا. هل يأذن لي كل الضيوف الكرام على المسرح أن ننتقل على مسافة 90 سنتي لتحت ونروح لحضرتك رفع إيدك ومبتسم كده ومشجع جدا أن احنا نسمع لك لو سمحت؟ تفضل. وسامحوني لو في حد سبق في أنه يرفع إيده عشان بس ما غلطش، أنا مش الحياة بأولوية طلب الكلمة، ففي ورا هناك أنا شايف. تفضل. حاضر. أنا هاخد يعني تابع معايا من فضلك يا خالد. تفضل دقيقة واحدة. نتشرف باسمك. أنا كريم علام مهندس زي حضرتك يعني. عايز شكر لجميع الافراد اللي قاعده، كل الترابيزات اللي قاعده، وحضرتك لانهم اخذوا من وقتهم، وانا عارف ان في ناس اخذت وقتها للتحضير والحضور، وده من غير اي مكافاه ليهم غير ان هم بيفيدونا احنا بالحوار الشيق ده، فشكرا جدا ليكم بجد. شكرا. ورجاء قالته الدكتوره وانا بلح عليه ان احنا نكمل الموشن ده، يعني خلاص النهارده شفنا الظاهره، عايزين طب ازاي ممكن نعالجها، ايه اللي ادى ليها، وازاي ممكن نحقق الكلام ده. تأصيل أو توضيح لموضوع السمة والفرق بينها وبين العرض، أنا من وجهة نظري السمة هي الصفة المتأصلة في شخصية أو كيان معين، زي لما كنا بنوصف العرب زمان، عرب أو البدو، بأن هو عناف أو الصرب عشان عايشين في الجبل أو الجزائر أو أن ده شخصية عنيفة، مش سمة الشعب المصري أن هو دمه خفيف، دي حاجة متأصلة ما بتتعدلش. الآفة العكس، الآفة أن دي حاجة طارئة على مجتمع كان قايم بشكل معين طبقا لده، أن احنا بقى جنب النيل، وأن احنا الحاجات اللي الدكتورة افتقدتها في الجزء بتاعكم، فأن احنا لينا شخصية تانية ودي آفة. ده اللي أنا مفهومي بالنسبة لسمة، حاجة متأصلة مش هتغير، وآفة ممكن تتغير أو نعالجها. سؤالي للفريقين الصراحة سؤال بسيط جدا، هل هي العنف، احنا اتفقنا في حاجات كتير أو اختلفنا في حاجة واحدة، اتفقنا أن هي ظاهرة متفشية وشكلها عامل إزاي، اختلفنا في حاجة واحدة، هل هي سمة متأصلة في الشخصية المصرية من وجهة نظري، مش هنقدر نغيرها. السؤال لكم الاثنين، هل هي صفة متأصلة في الشخصية المصرية ولا لا؟ طيب حد يحب يبتدي؟ هنا نبتدي هناك لو سمحتوا. اتفضل. من اللي احنا بننظر عليه. اشكرك يا سيدي جدا.
فكرة أنه العنف صفة متأصلة أو سمة متأصلة، وأحب أشكر التوضيح اللي يعتبر بيصطبغ بصبغة علمية اللي أنت وضحتها، وأشكرك جدا طبعا. وده أعتقد أن احنا وضحناه في متن مناظرتنا، وهو أنه العنف ليس صفة متأصلة، يعني هو ما هوش زي الدم الخفيف للمصريين زي ما أنت قلت، لكن هو صفة طارئة، وده اللي احنا وضحناه وكنا بنؤكد عليه بالثلاث حجج اللي احنا قدمناها. هي فكرة ان هو صفة طارئة ناتجة عن مجموعة من الاسباب ادت لوجودها، ولكن هي قابلة للعلاج. لانه مثلا لو لقينا انه فكرة انه احنا بنعيش في ظل ديانتين سماويتين اساسيتين وهي الاسلام والمسيحية، الاسلام عندما يقول فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، اما الانجيل المسيحية عندما تقول احبوا اعداءكم. يعني أظن إنه الشخصية التي تربت على هاتين الديانتين أعتقد أنها أكيد هي متأثرة بشكل ما. أعتقد إنه الشخصية اللي كانت بتتخذ من فكرة التأمل وسيلة للتعبد منذ الفراعنة ومرورا بالإسلام وحتى ظهور السيد المسيح، كل هذه مؤثرات تؤثر على الشخصية المصرية. وأنا حتى في حجتي قدمت فترة زمنية محددة وهي الفترة من 25 يناير وحتى الآن، لأنه الفترة دي هي كشفت الغطاء زي ما دكتور أنيسة قالت، هي كشفت الغطاء عن حاجة موجودة في المجتمع المصري اللي هي فكرة العنف. ولكن العنف هنا هو نتيجة لمجموعة من المقدمات، إذا جاز لي التعبير بشكل علمي، أن هناك مجموعة من المقدمات التي هي تراكمت على مدار سنوات طويلة وأدت بالتالي إلى نتيجة هي العنف. ولكن هو لم يعد أو لم يصبح ولن يصبح صفة متأصلة، لأنه لو صفة متأصلة لكان ذلك كان متفشيا منذ أزمنة بعيدة وبعيدة. أشكرك وأفكركم بحاجة، يعني أرجوكم برضه ما تعتبروش أنا بنتصر لأي رأي من رأيين. لما فكركم لما الناس راحوا سرقوا بعض المولات المراكز التجارية في أيام الثورة الأولى، وتاني يوم راحوا يرجعوا المسروقات، فاكرين؟ دي شخصية مصرية جدا، هو في الهوجة كده، الله ايه ده كل واحد بيشيل حاجة ويخرج، طب وانا هتفرج فياخد حاجة وروح، وبعدين بعد ما روح ده انا حرامي، لا هروح ارجعها. فيعني مسألة برضو كانت الحقيقة مش ممكن تحصل في اي مجتمع تاني. تفضل لو حضرتك تحب. يعني انا بس يعني اضافه بعد اذن حضراتكم، يعني احنا ما اعتقد يعني احنا بنناقش مشكله حقيقيه موجوده في المجتمع المصري، ف عمليه التجميل ليها او عمليه ان اخفائها من وجهه نظري مش حاجه حلوه. يعني انا بعتقد من وجهه نظري المتواضعه ان احنا امام ظاهره موجودة فعلا غير متأصلة في الشخصية المصرية، ولكنها موجودة في الفترة الحالية اللي احنا بنعيشها ليها أسبابها، رغم ان الفريق المعارض اتكلم عن وجودنا في مجتمع متدين بتسوده الإسلام والمسيحية، ولكن غياب الوسطية بالنسبة للاتنين ده اللي وصلنا إلى ما نحن فيه. ما عندناش الوسطية، ما عندناش الرأي والرأي الآخر، ما بنعرفش إن إحنا إزاي نختلف بدون ما بقى طالما بختلف يبقى أنا ضدك، لا أنا ممكن أبقى معاك ولكن أختلف معاك، وأختلف معاك النهاردة وأبقى معاك بكرة، ولكن هي دي الإشكالية بتاعتنا. عندنا ظاهرة ولكنها موجودة غير متأصلة، ولكنها موجودة ولابد إن إحنا نشوف حل للخروج من هذه الظاهرة. وليس من المصلحة إنكارها كما تفضلت حضرتك. أشكرك، تفضل. وأنا بتقدم بالشكر طبعا في البداية للفريق الآخر وللجنة الحكم، ولكن أنا دايما أو تركيزا على ما قلته أنها ليست سمة من سمات المجتمع المصري، وأؤكد مرة ثانية على أنها ظاهرة ولكن تكاد تقترب من أن تصبح سمة. إن لم نسرع في معالجة هذه الظاهرة فستتحول إلى سمة. ولكن من بعض الظواهر التي تؤكد على أنها تقترب من أن تصبح سمة، هناك عرضين أو أمرين يتعلقان بالأسرة. الأمر الأول وهو على سبيل المثال اختيار الجامعة، فأعتبر أن هذا عنفاً أسرياً من قبل الأب تجاه أبنائه، لا يترك لهم حرية الاختيار في أن يختار الدراسة أو المدرسة أو الجامعة التي يطلبها ونوعية الدراسة. الأمر الثاني هو الزواج.
كم من بنت تزوجت دون أن تكون لها حرية الاختيار في هذا الرجل أو هذا الشاب، ويفرض عليها فرضا، وهذا يعتبر نوع من الإجبار ونوع من سمة أقرب من أن يكون سمة من سمات العنف الأسري والاجتماعي الذي لا أكاد لا أريد أن أقول أنه أصبح أول متأصلا فرصة أول فرصة هتقتله هو أصبح متأصلا إن لم يكن في المدينة فهو متأصل في القرية. الأمر الثاني هو في الجانب السياسي، وكلنا نرى أن من ليس معي فهو على طرف النقيض ضدي، وهناك الصراعات الحزبية الغير متفهمة للمواقف والتي نراها ليل نهار. الأمر الآخر وهو الديني، وكلنا يرى ماذا حدث في الآونة الأخيرة من عنف ديني، لا أريد أن ألصقه دائما بالجانب الإسلامي، والذي لمن ليس مسلما فقد أهدر دمه، فهو يهدر دمه. وكم من أسر شردت، وكم من طفل قتل، وكم من بيوت أحرقت، وكم من كنائس هدمت بسبب هذا العنف الديني الذي اقترب من أن يتأصل في بعض الفئات الدينية في هذا المجتمع. الأمر الأخير وهو المدرس، المدرس الذي يمارس عنفين بشكلين مختلفين، فهو إن لم يمارس العنف بالشكل الضرب فهو يمارس العنف بشكل غير مباشر بعدم شرح الدرس ليلجأ الطالب لأن يأتي إليه في البيت أو يذهب هو إليه مستكينا أو مسكينا خاضعا لهذه الجنيهات التي يأخذها، فهذا عنف المدرسة. أشكرك. وعايزين نروح فوق هناك وبعدين ننزل في النص وبعدين نيجي الناحية دي ضروري. حاضر، تفضل حضرتك فوق. السلام عليكم. الأول قبل ما أتكلم أنا عايز أتكلم كواحد من الجمهور، واحد ساكن في منطقة عادية جدا وهيبدأ يسأل المفروض الناس اللي هي المثقفين، علشان أنا بقيت ملاحظ حاجة غريبة شوية. المشكلة اليومين دول عندنا بقت في المجاملات، كله بجامل كله، والمشكلة برضو في الأول في الآخر أدينا عدنا وأدينا سمعنا وفي الآخر ما استفدناش. الأستاذة آية سألت سؤال، إيه الحل؟ إيه الحل للمشكلة اللي إحنا فيها؟ دلوقتي الأستاذ بيتكلم المشكلة إن في الراجل بيجوز بنته غصب عنها وبيحصل وبيحصل. طب ما إحنا عارفين الكلام ده، حضرتك بتعرضه علينا وإحنا عارفينه، إحنا عايزين حل. المشكلة إحنا كلنا عارفينها، إحنا عايزين بعد ده كله يبقى في حل. تاني حاجة، أنا حاسس إن الفريقين ما شاء الله طبعا عليهم قبل أي حاجة، بس الفريق اللي على يميني عنده وعي قوي جدا، مثقفين عارفين هم بيقولوا ايه، ممكن محتاجوش لورقة علشان يقولوا كلامهم، وكلامهم مثقف جدا ورائع جدا. لكن ده في مثلا بعض منهم اسلوبهم ما ينفعش مع حد، مثلا يعني لو تلاحظوا هنا اغلب اللي موجود مش هتلاقوا شباب من السن الصغير، لان كلمة ندوة ما عارفين ان هم يتكلموا باللغة العربية الفصحى والكلام ده كله، فتلاقي الشباب بيزهق. اهم حد المفروض يستفاد هم الناس العادية الشباب، فممكن لما حد يتكلم باللغة، هو طبعا لازم نتكلم بكلام، بس اللغه ديت ممكن في ناس ما تستوعبهاش، فالمثقفين كلهم في بعض هم اللي بيستفادوا، والناس العاديه جدا ما بتستفادش حاجه. تاني حاجه، في حاجه يعني ما اعرفش تنفع تساله لا، ديكتاتوريه المثقفين. قول اللي انت عايزه. ديكتاتوريه المثقفين، الاستاذه اللي هي في الاخر خالص ما شاء الله عليها معلوماتها قويه جدا وما شاء الله عليها بصراحه، بس في كلمه قالتها انا شايف ان احنا كجمهور المفروض بنتعلم منك. ما ينفعش لو لقيتي حد اقل منك فكريا او حاجه تقولي له اصل انت ما بتفهمش، ده انا شايف في وجهه نظري ما ينفعش. في حصلت حاجه لما في الاخر هو الوجهه، لا هو انا ما قلتلوش انت ما بتفهمش، انا قلت له هو اصل انت مش فاهم، هو بيشرح لي حاجه فبقول له انا فاهمه كويس بس يمكن انت مش فاهمها مش كويس. لا هي اتوجهت بطريقه، احنا هنا واحنا قاعدين كانت عنفيه شويه. طيب يعني نسمح له بالملاحظه ومشكوره عليه، احنا بنتعلم. ففي النهايه اللي انا عايز اقوله دلوقتي، مشكله العنف مبدئيا الانسان بطبيعته كلنا جوانا خير وجوانا برضو جزء شر، احنا بطبيعتنا طبعا جوانا خير، بس دلوقتي الحل دلوقتي احنا بقينا نلاحظ عشان تاخد حقك بقيت تطلع في مظاهره، واللي ضايق اكتر اللي بيطلع في مظاهره ساعات بياخد حقه، فبالتالي بتتعامل بالاسلوب دوت. كلنا جوانا خير لكن الشر دوت بسبب اللي احنا فيه. مبدئيا مش هينفعك يبقى طول العمر حتى ايا كان دينك ايا كان اي حاجه جوانا خير وجوانا شر، فاحنا الفتره ديت علشان فتره ثوره وفتره الكلام ده كله فجوانا شر المده ديت ومش لاقيين اللي يوعينا، فاحنا مشكلتنا في الوعي. فالوعي ده المفروض يجي من خلال حضراتكم ان احنا نطلع من الندوه ديت بان احنا نعرف نعمل ايه.
أنا لغاية دلوقتي مش أشكرك. أنا أشكرك. أنا أشكرك جدا على ملحوظتك، وعايزة بس أقول يعني اسمحي لي يعني أبقى طماع وتقولي لي أقدر أرد عليه ولا بس. طيب لا العفو اتفضلي بقى. كنت عايزك بس يعني أحسن يقولوا لي مالكش لازمة تاني. طيب اتفضلي. أولا بس أنا عايزة أوضح حاجة، دي مناظرة وإحنا مش يعني أنا أستطيع إن أنا أقول إن إحنا إلى حد ما مش هواة، إحنا ناس روحنا تعلمنا كويس وروحنا سفريتين عشان نتعلم يعني ايه مناظرة. ففي فرق ما بين المناظرة والندوة، فهي دي مش ندوة هي مناظرة. في المناظرة انت مع احترامي طبعا الفريق التاني، بس احنا بنعتبر نفسنا زي في مباراة وعايز تكسب، فعشان تكسب بتستخدم كل اسلحتك، واحنا خدنا المشروع. المشروع طبعا مع كامل الاحترام، بس زي ماتش الكوره بالظبط، مش لازم يعني ننزل نضرب بعض في الملعب، بس بستخدم كل اسلحتي عشان اكسب. فاحد الاسلحه اللي احنا اتعلمنا ان احنا ممكن نستخدمها هو اظهار نقاط الضعف في الفريق الاخر، او اظهار عدم وعيه، او عدم المامه بالمصادر، او 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 دي يعني مع يعني ممكن نقعد نتكلم كتير في الاسلحه اللي ممكن تقول مع كامل الاحترام لشخصيات الفريق الاخر وعدم التعرض ليه كشخص. فإذا كانت الكلمة قد فهمت مني بطريقة خاطئة فأنا بعتذر، أنا اعتبرتها أحد الأسلحة، بس يمكن السلاح طول شوية. النقطة الثانية أن حضرتك برضو بتتكلم على فكرة أن إحنا يمكن بنتكلم في الغرف المغلقة شوية، أو بنوجه كلامنا لفئة معينة اللي هم اللي حضروا الندوة. أنا شايفة والله أن كل واحد بيقدر يعمل اللي يقدر يعمله، فإحنا مثلا الساقية مشكورة أنها بتستضيف حدث زي ده، بيحاول ان هو يجمع شباب من فئات عمريه ومن يعني جنس ميلز وفي ميلز او ذكور واناث، بنطرح قضيه تهم المجتمع كله قدام ناس محترمه. الدور والباقي بقى على الاعلام ان هو يسلط الاضواء على النماذج اللي زي دي. يعني الدكتور كانت بتقول يا ريت تذكروا لنا النماذج الايجابيه، انا شايفه ان احد النماذج الايجابيه القعده دي، ان شباب مثقف واعي محترم مع اساتذه كبار متعلمين متحضرين، بنتكلم في وجهتين نظر مختلفتين تماما، ومع ذلك هنخرج من المناظره اصحاب وحبايب وهنتقابل تاني، وانت كنت بتتكلم في وجهه نظر انا مختلفه عليها، ولكن في الاخر احنا في الاخر اصحاب. فياريت الاعلام يسلط الضوء اكتر على النماذج الطيبه دي، ويعني النماذج السيئه شفنا منها كتير، يا ريت نشوف بقى النماذج الطيبه. الحلول ممكن نقعد نناقشها، بس احنا النهارده ملتزمين بالمقوله اللي احنا بنناقشها، هل هو ظاهره وهل هي متاصله ولا لا. الحلول ممكن زي ما الدكتوره اقترحت احنا ممكن نفرض لها ندوه اخرى. صحيح. او بشكرك جدا، واشكرك على طرح السؤال وعلى توجيهنا نحو اهميه ان يكون في انواع اخرى من النماذج في مخاطبه الجمهور، عشان يقدر يحس انه خرج بنتائج، مش بس شاف هذا النوع من المناظرات. تفضلي يا استاذه انيسه، حضرتك عايزه تضيفي. انا بس كنت عايزه اعلق على اللي حضرتك قلته. حضرتك اثرت نقطتين هامتين، ودي فرصه ان انا كنت عايزه يعني اتناقش النقطه دي. حضرتك اتكلمت على اللغه المستخدمه الفصحى ولا العاميه، ودي على فكره يعني قضيه مهمه جدا. انا دايما كنت متردده وانا بكتب مقالاتي، يعني استعمل الفصحى ولا العاميه، وانهين اقرب وانهين اصح. وتذكرت يعني وانا طفله لما الواحد كان يقرا قصص الاستاذ نجيب محفوظ، اكيد حضراتكم بعضكم يعني قراها، بتوحي لك انها ليست باللغه العربيه الفصحى. صحيح. وانا مره غلطت وانا طفله يعني في المدرسه، وقلت لوالدي كده الله يرحمه، فقال لي لا، الله يرحمه، هي كلها باللغه العربيه الفصحى، لكن يعني الاسلوب المستخدم واساليب التعبير العبارات المستخدمه. لكن انا هرجع للواقع دلوقتي، احنا ما عندناش في المدارس، وهي يعني اللبنه الاولى زي ما بيقولوا، اهتمام بمساله اللغه العربيه. انا بشوف حتى نسيب من البرامج يعني المذيعين في الاخبار بيغلطوا بمنتهى السلاسه في اللغه العربيه، ونرفع الـ 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 الحروف وفقا لغير قواعد اللغه، وننصب ما اعرفش ايه، وبعدين ما حدش بيقول عذرا، لا الناس تقول او يعني مثلا يقول ده او لا مش او دي غلط يعني. على فكره انتوا عارفين بيقول او امتى؟ عشان كلهم دلوقتي لابسين اير بيس، فحد بالكنترول بيقول له لا. وكمان انا ملاحظه
ان ما حدش بيتحرج انه يخطئ. الجيل يمكن اللي اكبر شويه يعني زينا ويعني والاصغر كمان مننا كان عيب انك تغلط. ومن كتر ما اللغه العربيه كانت بتدرس بطريقه قويه انت بالسمع حتى لو مش عارف القاعده اللغويه تعرف فين امتى تقول كده. لكن انا هرجع معاك وهقول لك ملحوظه غريبه قالها لي الاستاذ يوسف القعيد ومره قالها لي الاستاذ بهاء طاهر وهما من هما طبعا يعني. فقال اصل احنا انا بحب اقرا بعض المقالات وبرصد مساله المقالات اللي بتختلط فيها اللغه. بقول له حياتك بتقرا لي ده شرف كبير. فقال لي لا اصل في الوقت طريقه جديده ناس بتخلط العاميه باللغه الفصحى. فده استجابة للواقع. لكن أنا أؤيد برضو الرجوع لاستخدام اللغة هي جزء من الهوية المصرية يعني. فأنا بس بأؤيد حضرتك في كده وبؤكد تاني على حياتك قلته. يمكن سائت الصاوي وأنا ليند والبريتش كونس يفكروا أنهم بعد ما يعملوا مناظرة فيها وجهتين نظر ومناظرة أنتم ملتزمين بيها بدقة أن تليها دايما نوع من الندوة عن طب إيه الحلول فيما ألقي في المناظرة. أشكرك جدا وهفكرك بس أن الست أم كلثوم بتقول الأطلال مش كده؟ بتقولها بالفصحى. والناس الفلاح في القرية كان يبقى قاعد بيقول معاها هل رأى الحب سكارى مثلنا مش كده؟ يعني فممكن توصل بس حضرتك اديلها اهتمام وهتسعد بيها وتستمتع. ووافقك على أنه مهم أن لغة التواصل تكون قائمة إنما علينا من الجانبين محاولة الاقتراب بشكل ما فيهوش أي جانب يعني يضغى على الجانب الآخر. فين أفتكر كنا هنا في النص مش كده مزبوط؟ أنا مكسوف أقول لك اللي ورا حضرتك بعديه. طيب يعني أشكرك على أمانتك والله. طب اتفضل. طيب سيدي معلش كلكم ضيوف كرام هناخد بس شخصية جميلة والله. هنودي الميكروفون بسرعة هنا من فضلك. فين زميلنا اللي مع الميكروفون؟ ايه اللي حصل؟ الميكروفون مشي؟ مشي هنا من فضلك. اصل هو يملك يخلص اللقاء يعني اللي معاه الميكروفون زي زمان لما كنا نلعب كوره في الشارع صاحب الكوره هو اللي بيخلص الماتش. اتفضل. محمد بدر الدين بكروس هندسه حلوان. الاول بس بقول للاستاذه هي قالت ان هو مرض يعني اللي احنا فيه دلوقتي ظاهره او مرض. طيب المرض عامه لو سيبناه فهو بيوسع ويكبر وبيتملك من الشخصية. يعني لو عندنا مرض عضوي زي السكر مثلا وسيبناه فأصبح بقى جوه الجسم نفسه فممكن يحصل بتر أو يحصل تضاعفات تأثر على الشخصية. فمعنى إن هي ظاهرة هي ظاهرة ولو سيبنا ما حطناش الحلول هتبقى جزء من الشخصية. تمام. اشكرك. ده اول حاجه. في حاجه تحب بقى تسالها؟ يعني في حاجه الثانيه ماشي. تمام. ثاني حاجه العنف موجود كان موجود وموجود وهيبقى موجود. واول جريمه حصلت في العالم قابيل وهابيل. فالعنف موجود ايا كان. بس احنا بنتكلم في نسب موجوده كانت موجوده قبل كده ولا لا. فالعنف كان موجود وهو موجود وسيظل موجود. وفي نسب وفي استعداد المجتمع لقبوله. تمام. انا بشوف ده اللي يرصد انه هنا ممكن يبقى في جريمه بشعه. بس لو الناس يعني تعاملت معها لانها حاجه عاديه وما ادتلهاش اهتمام ده مؤشر انه خلاص يعني ابتدى يبقى نعم. طبيعي مألوف. نعم. يعني اتفضل. نعم. طيب نرجع ونقول يبقى العنف جزء من حياتنا اليوميه. يعني بمعنى ايه؟ يعني وانا جاي حاجة دلوقتي الساقيه انا عملت مشكله بالفعل في المترو. ليه؟ لان يعني زحمه لدرجه ان القميص اتقطع. تمام. فهل لو انا في الامارات او في لندن او كده ولقيت مثلا مترو نظيفه كويس ما خلاص انا همشي في مرضي لو خلاص بقى. ما انما الحياه اليوميه اللي احنا عايشين فيها بتولد عنف داخلي اصلا يعني. تمام. يبقى العنف موجود. العنف جزء من حياتنا اليوميه. ضربت حد يعني؟ لا والله ده انا ضربت يعني. طيب اخر حاجه اهم حاجه في حل المشكله دي من وجهه نظر الشخصيه المتواضعه هو الاعلام. الاعلام 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 يعتبر رب الاسره حاليا. احنا بنقعد قدام التلفزيون اكتر ما بنقعد مع ابونا وامنا. تمام. يعني معلش يعني في الكلمه لو الندوه دي كانت بتاعت محمد رمضان اللي هو بطل الفيلم بتاع قلب الاسد كنت هتلاقي المنصه دي كلها كانت مليانه. مع احترامي لحضرتك. شكرا. تمام.
اشكرك يا سيدي. لا مش قصدي انا بتكلم على كاعلام. احنا خلاص توصلنا دلوقتي ان الاعلام بقى ايه، هو يولد العنف. الاعلام لوحده يولد العنف. برضه في حكايه مجلس الشعب لما حصل اول، او كنا مستنيين بقى مجلس الشعب ده بعد يعني بعد زمن طويل، فاول لقاء حصل في مجلس الشعب اختلفوا على القسم نفسه، بقى كل واحد يضيف كلمه للقسم اللي بيقولها، فولد عنف. فاحنا عايشين في دائره من العنف، لازم نحل، لازم نبتدي احنا نحلها من نفسنا احنا الاول. شكرا على الاطاله. اشكرك جدا. شكرا حقيقي. طيب لو عايزين نحييه طبعا نودي الميكروفون على طول وراء لو سمحت، وراء من فضلك، وراء بثلاث صفوف. استاذن حضرتك دقيقه. اتفضل يا فندم. اتفضل. انا طبعا بشكر محمد بدر الدين على يعني المداخله اللي دخل بيها تدخل بيها. اللي بالنسبه للعنف موجود منذ ان خلق الله سبحانه وتعالى الانسان على الارض، ولكن ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الانسان اعطاه له شيء مميز الا وهو العقل، وده اللي هو اللي على اساسه نحن نسأل. وبالتالي ما ينفعش يعني انت عندك عقل تميز في حيوان بيقوم بالعنف، القتل الموت موجود في كل حتة، ولكن اذا حدث من جانب الانسان بنقول ده عنف، لانه ايه؟ عاقل مميز بيستطيع ان هو يختار. بطبيعة الحال كلما وجد الاطار القانوني السليم اللي ما بيميزش بين شخص وشخص، اللي بيطبق بحذافيره على كافة أعضاء المجتمع، بيجعل عند الإنسان نوع من أنواع الرضا، لأنه خلاص عارف أن كل فعل هيقابله عقاب. ولكن ما يحدث الآن في هذه اللحظة أن احنا لا يوجد عندنا معايير واضحة، معايير مختلفة، قانون غير مطبق، مفيش عدالة اجتماعية. كل هذه الأشياء بتؤدي إلى ظهور هذه الظاهرة. لكن عندما توجد لدينا هذه الآليات على ما أعتقد أن ممكن أن تختفي هذه الظاهرة، مش معناها أنها تنتهي، ولكنها هتنزوي داخل أي شخصية في وجود إطار بيحكمها. شكرا. أشكرك جدا. أشكرك جدا. يعني إحنا اللي بيسأل عن حلول، ملامح منها ايه؟ جاءت على كلمة الدكتور، قال له ان احنا نبحث في كيفية بسط نفوذ القانون بشكل متساوي، لا يميز على الاطلاق بين مواطن واخر. الميكروفون هنا، تفضل. اسمي رؤوف فتحي، خريج اداب قسم فلسفة. هو انا ليا عدة نقاط كده يعني مرتبة عشان ما اخدش من وقتكم كتير. اولا انا متفق تماما انها ظاهره تماما موجوده في هذا المجتمع، ولكنها غير متاصله. ولكن المشكله مش في كده، المشكله ان احنا بنقول مثلا انها ظاهره استثنائيه. اذا كانت ظاهره استثنائيه وبقالنا 3 سنين في كده ومعرضه لانها تزيد وباضطراد، مش هتبقى استثنائيه وهتبقى سمه، وهيجب علينا ان احنا نعالج هذا الموضوع. ده واحد. اثنين، اساس علم النفس اللي احنا خدناه ان احنا نقول ان يجب اولا اعتراف ان في خطا ما في الشخصيه، ثانيا يبقى عندك رغبه في الاصلاح، ثالثا الاراده عشان تقدر تعمل الرغبه دي. احنا اذا كنا بنقول من الاول، ودي احد على فكره مشكلتنا في مصر من قبل الثوره وغير الثوره، ان لا ده احنا زي الفل، ده احنا 10 على 10، ده احنا ما فيش مشاكل، فهنفضل عند اول نقطه اللي هي المترتبه في السيكونس مش ماشيين، فبالتالي عمرنا ما هنصلح اخطائنا. برضه في نقطة حضرتك أثرتها باشمهندس محمد، إن بالنسبة للتشريعات، لا التشريعات موجودة، ولكن يجب تفعيل هذه التشريعات وبمساواة على كافة الأطراف. إحنا من قبل الثورة لو واحد كلمك واحد مثلا مخالف أو غيره، تطلع الموبايل تقول أنت مش عارف أنا مين، أنا هكلم كذا. طب دي موجودة. دلوقتي بعد الثورة اللي حصل إيه؟ إنها بعافية، إنها فتوانة، وتيجي برضه تكلم واحد يقول لك الله ما هي ثورة. حضرتك أصبت نقطة في غاية الأهمية بصراحة أنا ما كنتش واخد بالي منها، ويمكن أغلب الناس اللي حضرتك قلتها كلمة في غاية الخطورة، اللي هي درجة تقبل المجتمع. أنا شايف ودي ظاهرة في غاية الخطورة، إن درجة تقبل المجتمع بقى عادي جدا. أنا واحد من الناس كنت بفتح صفحة الحوادث في الأول ويعني بستغرب من الحاجات اللي بتحصل وقد إيه حدتها، دلوقتي بقت بالنسبة لي عادي. في برضه نقطة أثيرت اللي هي حتة صفحة الحوادث. صفحة الحوادث ماشي، هي زي ما هي
ما زادتش لصفحتين ولا حاجة، لكن حدة الجرائم أسرية وغير أسرية بطريقة غير عادية. في ناس بتتخانق على ركنة بتموت بعض برصاص، في حدة غير عادية في الجرائم. ماشي هي صفحة زي ما هي، لكن في حدة غير عادية في الجرائم حصلت. يعني أفتكر المجتمع مش مفاجأ باللي حاصل. لا سامحني أقول لحضرتك إن الصفحة الأولى بقى فيها جرائم والثانية والثالثة نفس الحكاية برضو. ذكر هذا الفريق نقطة مهمة اللي هي في القناة الفضائية دلوقتي كله بيتخانق مع كله، وأهم حاجة عند المعد أو عند المقدم إن هو يزود النار، لأن هو كده بيزود نسبة المشاهدة والإعلانات شغالة. وبعد كده بنستغرب ليه المجتمع بقى كده. نقطة أخيرة، كان في أخ قالها اللي هي حكاية طب الحلول لابد نفرض لها ندوة، لكن في حاجة لابد نستشهد بيها، إن الله لا يغير بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه في سورة الرعد، هذه سورة الرعد، ويجب إن احنا نبدأ بنفسنا. لكن طول ما احنا بنعلق على غيرنا هنفضل. وبرضه حاجة أخيرة معلش بدون أقصد، التربية الأسرية، إحنا مشاكل العنف أحد أسبابها انعدام التربية الأسرية. حط 100 مليون خط تحت البيت وبعد كده حط أي حاجة بعد كده. أشكرك. شكرا وأسف للإطالة. أشكرك. وهذا الفريق قال لنا أن 7 سنين الأولى لها دور كبير قوي في تشكيل الشخصية. شكرا لحضرتك، وإحنا هنيجي الناحية دي لازم، لأنه كل الكلمات كانت على الجانب. حاضر تفضل. انا بس هقول نتشرف باسمك عشان كل الحضور يعرفوك وبعدين اتفضل. انا اسمي احمد فايز عطيه، وانا صوتي عالي. لا بس معلش عشان بنسجل برضه. ماشي اتفضل. اسمي احمد فايز عطيه، دبلوم صنايع قسم سيارات. اهلا بيك. من المطريه. اهلا بيك. انا كاتب بس خطاب كده وجه رساله معينه. بسم الله الرحمن الرحيم، اشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ابعث اليكم رساله حب وتقدير واحترام ان كل الشعب المصري مسلم ومسيحي، فكلنا دم واحد، نفس واحده، قلب واحد، روح واحده، نعيش في وطن واحد، نخاف على بعضنا البعض. هيا بنا لنفتح صفحه جديده في عمر الوطن، فلنبدا في مستقبل البناء والتنميه. بروح مطالب الثوره الى كل شباب مصر الشرفاء المخلصين لوطنهم ودينهم، هذا اليوم الذي حققنا فيه انتصارا قويا وقمنا بثوره عظيمه اذهلت العالم. كنا منارة للفكر والثقافة والإبداع، ولكن جاء حكاما ظالمين ولكل ظالم نهاية. هيا بنا يا شباب مصر الأوفياء المخلصين الأكفاء في تحمل المسؤولية لنقود سفينة الوطن إلى بر الأمان. شباب قرر أن يعمل في كل مجالات الحياة، هذا هو الدور المنوط به. طب احنا هناخد منك الختام بقى احسن، انا خايف نطول وما نديش فرصه لحد تاني يتكلم. انا حاسس انه كلام حضرتك طويل، وهنتشرف لو تحب تسيبه لنا ونحطه عندنا في ما سجل عن هذا اللقاء يعني. انما معلش لو تختار فقره من سطرين. اخر حاجه. اتفضل. رساله حب وسلام الى كل حكام العالم وكل شعوب الارض، امد ايدي بالسلام والخير لكل اب وام، لكل شاب وفتاه، لكل طفل وطفله، وأقول لكم إن الإسلام جاء رحمة للعالمين من الصادق الأمين. وأدعو كل حكام العالم إلى مصر أم الدنيا للبحث عن حلول المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية. والسلام عليكم ورحمة الله. ينسيني شكرا جزيلا، وواضح المودة والرحمة داخل يعني مشاعرك. نروح هنا ولا طب معلش سامحني عشان بس سيادتك ورا وبعدين نجي لك على طول. حاضر. احنا هنقدر نقفل بعد هذين السؤالين ولا لا؟ في حد لسه شايف ان في حاجه مش ممكن ما تتقالش؟ طيب حاضر حاضر، يعني يبقى حضرتك هتختم ان شاء الله. اتفضل يا فندم. السلام عليكم، انا اسمي سمح نجيب، كيميائي من شبرا. اهلا وسهلا. انا متفق مع الدكتور ان العنف بقى ظاهره، بس اهم اسباب الظاهره مش السبب الثوره. حتى قبل الثوره كان في حوادث زادت، يعني هو الانفجار السكاني، الزيادة السكانية الرهيبة، كل حتة فيها زحمة، نجيب عيش زحمة، مترو زحمة، فمحدش ذكر الحتة دي خالص. ما أنا شايفها دي أهم ظاهرة من تزايد العنف، الانفجار السكاني والزيادة السكانية، وكل سنة بنزيد 2 مليون ومفيش موارد. يعني حضرتك عايز تقول زيادة سكانية مع أزمات اقتصادية. أيوه بالظبط كده. أيوه. أشكرك يا سيدي جدا. نروح هنا وبعدين حضرتك. حاضر شادي، يعني حد كمان قبل حضرتك بس. شكرا. اتفضل. سلام. انا محمد حمزاوي، ثالث ثانوي. اهلا بيك. انا عايز اقول لحضرتك ان
العصبية التلقائي يعني أو العصبية العنف بيجي أصلاً من جوه الإنسان. أي كلمة لأ لأي حد بتحول جواه طاقة سلبية إن أنا خلاص أنا مش هقدر أعمل حاجة زي كده. فتلقائي في حاجة اسمها الأدرينالين اللي بيفرز في جوه الإنسان لما بيتعصب أو لما بيحس من جواه بكره أو غل من أي حد بيخليه يتعصب من أي حاجة. والأدرينالين ده لما بيعرفش يطلعه بيفرزه في أي حاجة، عياط، أي حاجة يعني نرفزة، أي حاجة. فده بيسبب كبت جوه الإنسان. فتلقائي أي إنسان في الدنيا هيتعصب على أي حد. يعني أنا لو شفت حضرتك في الشارع لا يعني هطلع عصبيتي في إيه؟ طب أنت بتروح فين عشان ما أروحش هناك؟ لا يعني أنا بتكلم إن إحنا جوه أهلنا جوه نفسنا من أهلنا نفسنا بيعصبونا يعني. بس أنا هقول لحضرتك إن الدكتور قال كلام قيم جدا وقال إنه الإنسان من سماته ومن فضل الله عليه إنه ميزه بقدرة على السيطرة على مشاعره. لأنه حضرتك ممكن أنا بقى يعني شايف واحد ارتكب جرما شديدا في الطريق، عمل حاجة يعني بشع، ممكن بالنسبة لي بشع دي يبقى بيأزأز لبه ويتفه في الأرض يعني كويس، إنما مش من حقي اروح واكله بالقلم يعني. فانا مش هقدر اعمل كده. انا ما بقولش ان احنا انما هبقى نفسي اكله بالقلم عشان عارف يعني. بقول لحضرتك ان انا مش هنتعانف مع اي حد غير لما احنا نفسنا جوانا عنف. ايوه احنا جوانا كل حاجه في حياتنا فيها غلطات، بس هي النقطه ان احنا نبص الغلط ده ايه. يعني احنا حياتنا كلها من صيان اكل، تعليم، سياسه، اقتصاد، ولاده نفسها كل حاجه غلط، دكتور، تخرج، تنسيقات، كل حاجه، جامعات، مدرسين، كل حاجه غلط. احنا هنعمل ايه؟ انت تلقائي لما تيجي انا اشكرك وهنطلب من حد من المنصه يمكن يدي لك رد يريحك شويه، بس انا الرد اللي انا اعرف اقوله لك لا ارجوك قبل ما تنام النهارده بالليل افتكر ان في 20 حاجه حلوه في حياتك. مش ممكن كلهم، مش ممكن كل اللي حواليك مزعج يعني. هو ده اللي قاله الدكتور ابراهيم في انه كل حاجه في حياتنا الله يرحمه ليها سعاده. ايوه واحنا اللي بنخلي نفسنا زعلانين واحنا اللي بنخلي نفسنا فرحانين. طيب يا سيدي ربنا يرحمه. حضرتك اتفضلي وبعدين هننقل الميكروفون. وفاء داوود، مدرس مساعد بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. انا هقول كذا نقطه سريعا، بس انا هنا بفكر بصوت عالي مش بنحاز لاي حد. ان حضرتك لو جيت بصيت في التنشئه الاسريه في الاسره هتلاقي ام بتعامل ابنها بطريقه مش كويسه، مش لازم يكون ضرب مادي، ممكن تكون بلفظ، ممكن يكون عايز يعمل حاجه ما بترضاش تخليه يعمل. مثلا انا مثلا كزميلتي ممكن تقول لي اي كلمه تضايقني يعني تخليني ابقى بايته متضايقه، هل ده مش عنف؟ مثلا اخ او اخت او اب بيتعامل بطريقه مش كويسه، كل دي تنشئه وكل ده بيترك سلوك بيأثر علينا نفسنا حتى في تعاملنا مع اولادنا بعد كده. فهل ده ما يعتبرش نتيجه او حجه بتقول ان لا في جزء متأصل جوانا اللي هو عنف، بس مش لازم يكون عنف بطريقه وحشيه زي قتل او غيره. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو بصينا البرامج الحواريه اللي هي النخبه بتاعتنا المفروض اللي هي النخبه المثقفه الراقيه، حتى لو بصيت في طريقه التحاور ما بينها في اي برامج حواري بتلاقي لا في عنف لفظي بشع وقد يتعدى مثلا البرلمان بتاعنا ان حد يمسك يرفع جزمه او حد يجري حد باي كلمه والفاظ سخيه. انا ما عملتش كده والله خالص. انا ما قصدتش حضرتك. النقطه الثانيه، هو العنف ده مش سلوك، والسلوك ده نتيجه ايه؟ ثقافه، والثقافه دي مش محتاجه فتره زمنيه كبيره علشان تتاصل جوانا تبقى سلوك، يعني معناها ان هو جزء في جزء جوانا في تنشئتنا. الحاجه الثالثه اللي انا عايز اقولها البلاك بلوك، كان نفسي قوي الناس تتكلم على العنف الظاهره الغريبه اللي جت في مجتمعنا زي البلاك بلوك. هل دي ما تخليناش نخاف؟ التغير نمط الحركات الاحتجاجيه الجديده ده ما تخليناش تخاف نحس ان في لا في حاجه جديده غريبه علينا، ان الناس تفهم يعني ايه ان انا ناشط سياسي ثورجي تلاقي اصبح ما فيش انتفاء في الحدود ما بين بلطجي وثورجي. اخر نقطه حضرتك قلتيها اللي هي الايفالويشن، ازاي انتم بتقيموا نفسكم في التدريبات على المناظرات. يعني انا عندي اقتراح ان في كل دوره للمناظرات يبقى في تقييم من الناس اللي تلقت التدريب على الماده التدريبيه وعلى المدربين وعلى ايه مقترحاتهم للتجديد، مش لازم تكون بس من المحكمين او مننا احنا كمدربين. شكرا. اشكرك وكلام حضرتك كله تسجل وان شاء الله يعمل به. هنرجع بالميكروفون ورا خالص في اخر كلمه وبعدين استاذن المنصه الكريمه انها كل واحد يختم في دقيقه اذا كان عنده تعليق نهائي. اتفضل. أنا اسمي شادي أحمد، أنا مدير مشروع صوت الشباب العربي. أنا في نقطة بس صغيرة كنت عايز أتكلم عليها، هما نقطتين مش نقطة واحدة، تعقيبا على مدام أنيسة. النقطة الأولانية كانت موضوع اللغة العربية، فأنا عايز أسألكم سؤال الستة اللي قاعدين، هل أنتوا شايفين إن إحنا محتاجين إن إحنا نطلع بالمستوى بتاعنا، إن إحنا نرفع مستوى اللغة العربية، لأن هي فعليا هي دي الثقافة بتاعتنا، هو ده اللي إحنا بنستخدمه
نرفعها ولا ما نرفعهاش؟ دي النقطة الأولانية يا باشمهندس، على فكرة أكيد هيساعدنا في هذا الموضوع. أنا هعرف أفكر حضرتك، بس إن ابن خلدون سبقني بكتير قوي لما قال اللغة وعاء الفكر. هذه الجملة العربية البسيطة المبتدأ والخبر، اللغة وعاء الفكر. اللي مش عايز لغة راقية الحقيقة، يعني هقول له هناك شك في إنه يطلع من لغة ركيكة معاني راقية يعني. بس أنا يعني آسف إني قاطعتك، بس أنا مقتنع إنه قد يكون هناك صعوبات زي ما تفضل، وعنده حق اللي قال هذا التعليق، إنما علينا نبقى رايحين، يعني ما فيش مانع نروح ببطء، بس لازم نروح إلى الاتجاه اللي احنا مقتنعين إنه هو الأسلم والأصح ولو ببطء طبعا. وأستاذة أنيسة يعني ضربت أمثلة طيبة جدا، إنه يبقى جميل لو نجحنا في إيجاد هذه اللغة الوسطى بين المسارين، بين الفصحى الدقيقة مكتملة الأركان والعامية الراقية، ليست لغة الإهانة يعني المعتادة يعني. تفضل. أكيد أنا متفق مع حضرتك في الموضوع ده. النقطة الثانية بالنسبة إحنا بنطلع إيه من المناظرة؟ مدام الأستاذة أنيسة كانت بتتكلم إن إحنا لازم نحاول نقيم ونطلع بحاجة فعلية من الموضوع. الحقيقة إن إحنا فعلا كنا بنعمل الموضوع ده، بس دلوقتي أنا شايف إن الحضور بيشاركوا بأفكار قيمة للغاية. طيب إحنا ممكن نقدر ننقل الأفكار دي فعلا من حيز الكلام لحيز الواقع، إن إحنا نبدأ نطرح أفكارنا بطريقة منظمة. المشروع أعتقد إن هو لي صفحة موجودة على الفيسبوك ولي صفحة موجودة على الإنترنت، ممكن يقدروا يتواصلوا مع إدارة المشروع، نبتدي نطرح الحلول، وإحنا ممكن نبتدي ناخدها لحيز الواقع، ممكن نبتدي ننفذها. يبقى إحنا فعلا نقلنا المشروع من إن هو مجرد مشروع لناس بتتكلم، لمشروع بينفذ حاجة وبيخدم المجتمع. شكرا. أنا بشكرك جدا، ودي دعوة لكل الحضور الكرام بس تسجيل اسم الصفحة. هو مكتوب هنا في حتة ولا؟ صوت الشباب العربي Young Arab Voices. youngarabvoices.org. وكل دي طبعا حروف متصلة يعني، هنا بس عشان الإعلان يبقى شكله مميز في capital letters، وإنما هي كلها حروف متصلة. young صغير أو شاب، arabvoices.org O-R-G. أي حد هيحب يبعت أي اقتراحات، أنا يعني عندي ثقة في أن الأستاذ شادي لن يهمل أيا منها، فمشكورين اللي يحب يعمل كده. يتفضل اعتبارا من النهاردة بالليل لو حب. أستاذة أنيسة احنا عايزين نختم. أنا مجرد بقول إن في حد كان ذكر ملاحظة عن العدد وعن إنها لو كانت ندوة تخص شيء آخر، بس أنا بقول إن المناقشة اللي حدثت النهاردة يعني إيجابية وتوحي بالتفاؤل. يعني أنا بدعو كل المشاركين والمنظمين بالاستمرار في هذا الجهد والمثابرة عليه، لأنه يعني فعلا يعني حينتج إيجابيا في نهاية الأمر. شكرا. أشكرك جدا، ويعني فرصة نبقى حيناها معا في الختام. وأستاذنا الدكتور محمد سعد صالح، لو حضرتك تحب برضو تضيف أي كلمة. هو سريعا الأستاذ سامح كان يتكلم عن الانفجار السكاني. الانفجار السكاني في اعتقادي مش هو المشكلة ما نمر بيه. الصين فيها مليار ومفيش العنف المتواجد ده، لكن العنف ده وليد مجموعة من العوامل اللي تراكمت على مر السنين بحيث انها اخرجت هذه الظاهرة. برضك كانت الأستاذة وفاء اتكلمت عن ناشط سياسي، معلش انا عندي حساسية من هذا المصطلح وبيسرني جدا. ايه ناشط سياسي؟ دي حالة ولا مهنة ولا ايه؟ يعني زي ما يجي يقولك الفقيه مش عارف يعني. يعني وجدنا في المرحلة اللي احنا بنعيش فيها مجموعة من المصطلحات يعني غريبة علينا ومش قادرين نتقبلها او نفهمها. يعني اللغة العربية انا بعتقد انها مهم جدا ان احنا نهتم بيها، لان اللي ملوش ماضي ملوش حاضر ملوش مستقبل.
أنا بتذكر إن ساقية الصاوي كان ليها مبادرة في 2007 أو 2006 كانت عملت هذا العام عام اللغة العربية وكانت بتعمل دورات هنا. فياريت لازلنا مستمرين وهي مفتوحة وبندعو أي حد ويتم الإعلان عنها لأن اللغة العربية يعني يكفي أقول إن في الجامعة طلبة ما بيعرفوش يكتبوا يعني طالب جاي لك في الجامعة مش عارف يكتب جملة أو حتى يعني المبادئ الأولى فطبعا دي تعتبر فضيحة. ففي النهاية بتوجه بخالص الشكر لساقية الصاوي والبشمهندس محمد صاوي وللمجلس الثقافي البريطاني ولمؤسسة أنا ليندا للفريقين على المجهود الكبير للأستاذة الفاضلة الأستاذة أنيسة لحضراتكم بالحضور. وأتمنى أن هذه المناظرات تستمر بحيث أنها تعالج مسائل متعلقة بالمجتمع وفي نفس الوقت تقدم لنا حلول بحيث أن من خلال هذا التفاعل يمكن أن احنا إن شاء الله نتقدم وتكون مصر أحسن وأحسن إن شاء الله. شكرا. حقيقي دكتور محمد سعد صالح وهو شال عني يعني مسؤولية أن أنا أقول حاجة ختامية، إنما الحقيقة أحفظ لك حقك في أنك طلبتي تعليق أخير، وهضطر برضه حيادا وإنصافا لتكافؤ الفرص أدي كلمة نهائية لفريق المؤيد بعد حضرتك. تفضل. لا خلاص خليهم يبتدوا هم الأول على الأقل بالترتيب، ما فيش مشكلة خالص. لا مش عارف يعني زي ما يعني خلينا بدأنا هنا نختم هنا. تفضل. أحب بس أختم بأنه تقريبا كل الناس اللي شاركت وحتى السادة المحكمين وكلا الفريقين هم ذكروا فكرة الإعلام أو الصحافة. أحب أقول أنه أنتوا اشتركتوا كلكم في أن أنتوا قلتوا كلمة تقريبا مشتركة، إزاي الإعلاميين بقوا بيولعوها نار وإزاي أنه بقت الموضوع بقى مجرد خناقة. طبعا يسئني ويحزنني أن يتقال كده على الإعلام، بس دي حقيقة ومش هينفع ندفن راسنا في الرمل. واعتقد بما انكم برضو زي ما تحدثتم عن الصحافه وازاي انها بتولع الدنيا نار، برضو انتم اتكلمتوا على طرح الحلول. اعتقد انه من بين الحلول اللي ممكن يعاد النظر فيها على مدار السنوات اللي جايه هي فكره انه يتحول الاعلام المصري من اعلام مستقطب الى اعلام محايد. وبالتالي هنا احنا بننتقل من مصطلحين علميين منهجيين، من صحافة الصراع الى صحافة السلام. ازاي ان احنا نتحول بالاعلام المصري من كونه سبب للصراع الان في المجتمع وبالتالي الصراع هو الذي يولد العنف، الى انه يكون سببا وعاملا من عوامل افشاء السلام بين المجتمع المصري. واعتقد ان ده بقى باين قوي دلوقتي مسألة الاستقطاب، لان احنا بعد الثورة احنا فوجئنا لقينا نفسنا عبارة عن تيارات كتيرة جدا ومش عارفين هو يعني ايه سلفي ويعني ايه علماني ويعني ايه ليبرالي. وعشان كده بقى في ستيريوتايبس او صور منطبعة انه السلفي ده اكيد متطرف والعلماني اكيد كافر، مع انه ولا ده حقيقة ولا ده حقيقة. فإزاي ننتقل لفكرة صحافة السلام؟ ده من خلال التدريب للإعلاميين الموجودين فعليا. إزاي إن إحنا ندخل بمنهج صحافة السلام في كليات الإعلام المختلفة؟ يمكن الفكر المطروح دلوقتي صياغة ميثاق شرف بس ميثاق حقيقي شرف ملزم وتقوم عليه يقوم على تشريعات وقوانين. صحيح. شكرا. أنا أشكرك جدا. شكرا. بحيي من خلالك كل الفريق، أستاذة داليا عمر والأستاذة حنان مسلم والأستاذ محمد عراقي هذا الجانب. وهنسمع كلمة وبعدين نحييكم بالأسماء. تفضل. كل واحد فينا طرح حل. طب ليه كل واحد فينا مش بيبادر ان هو يطبق الحل ده بالفعل؟ احنا عايشين دلوقتي شعارات مفيش تطبيق، فياريت كل واحد فينا عنده حل بين أصحابه يقوله، وكل واحد فينا هيقدر ان هو يوصل فكرته لغيره لغيره لغيره. بس هي مبادرة وأساس ان احنا نتعلم صح، لازم ان يبقى فيه أساس من جوانا ان احنا عايزين حاجة صح، مش ان احنا انا طريقتي هي الصح وانت غلط. لازم ان يبقى فيه من الاساس ان انا اتقبل غيري وغيري يتقبلني ايا كان. بقى لكل واحد فينا ليه دور، اعلام، دور سياسي، دور امني، تربية، اخلاق،
ما فيش أصلاً دلوقتي التزام أخلاقي عشان نتكلم فيه. لازم يبقى فيه توعية، التزام أخلاقي، لازم أن كل واحد فينا يبادر بنفسه عشان نقدر نوصل صح. كل ما واحد فينا بيتكلم أكتر ما بيتطبقش حاجة. أستاذة آية أحمد، أستاذ محمد صلاح الدين، أستاذ محمد رجب، لكم جميعاً كل الشكر والاحترام للمجلس البريطاني ولأنا ليند، كل التقدير على هذا المشروع الذي يشرفنا. بتكلم باسم ساقية عمنا مصاوي أن نرحب به في كل مرة يقام سواء في الساقية أو في أي مكان. أملي أن كل مواطن مصري ينال هذا الحظ. أتمنى أن مناقشات المقهى تصبح على هذا النحو من السلام والمودة، مناقشات الأسرة لا يعلو فيها الصوت وإنما يعلو المنطق، يجتهد كل مشارك في الوصول إلى الحقيقة بدرجة يقتنع معها أنه يساهم في بناء أمة مستقرة آمنة يعيش فيها كل مواطن ويشعر أنها بلده، أنه ليس مصنفا بأي حال من الأحوال على درجة أقل من مواطن آخر. أشكركم مرة أخرى جميعا والسلام عليكم.